صباح النور مشاهدينا. صباح النور أمين وعد. صباح النور. يقال إن الإرادة هي ما يدفعك للخطوة الأولى على طريق الكفاح، أما العزيمة فهي ما يبقيك على هذا الطريق حتى النهاية. لذا مع كل إشراقة شمس نقول صباح النور والإرادة والكفاح والعزيمة. لذلك مشاهدينا تحية منا متجددة لكم ولكل من يتابعنا هذا الصباح وكل صباح. وقفة أولى مع أبرز ما سنتناوله في حلقة اليوم في التقرير التالي. البداية مع تنسيق الزهور لجميع المناسبات في أرض وماء. الملكية الفكرية حقوق وتحديات في فقرة استشارة. مسرحية قريب من هون في فقرة أحداث ونشاطات. 10 قصص حب لم تأخذ حقها تاريخيا في توب 10. الفن في بلاد اللجوء وعمل جمعية الواحة العربية في ألمانيا. جمعية ماما عزيزة وكفاح نسوي من خلال الطبخ من المغرب. بين الأمس واليوم الفن في خدمة القضية في مع الناس. أطيب الوصفات يعرفنا إليها اليوم الشيف فؤاد شرف في ولا أشهى. ونقول صباح النور للشيف فؤاد. يعني كالعادة نبدأ نهارنا معك شيف، فشو محضرنا اليوم؟ اليوم حضرين نوعين من أنواع الحلويات كمان مميزين. أول نوع هو حيكون الكيك بالموس المانجا، المانجا والأناناس، أكيد عامل دمج بين النوعين العصير. هدول بيدخلوا بقلب الكيك وبعدين بالكريمة رح نضيف هالأشياء. ونفس الوقت رح نحضر البراونيز مع الموس الفراز، كمان كومبينيشن بين الشوكولا والفراز كمان كتير طيبة. شوكولا وفريز شيف، معناها أكيد أنه اليوم لازم نتابعوك. أنا ما سمعتش حاجة أخرى، سمعت شوكولا وفريز. راجعين لك شيف أكيد أنه تابع التحذيرات متاعنا لليوم ومراحل تطبيقها وحتى الأطباق النهائية. مشاهدينا يمكنكم التواصل معنا عبر زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر أسفل الشاشة، ولمتابعة آخر الأخبار والمستجدات على الساحة العالمية والعربية تنضم إلينا الزميلة فرح فواز في فقرة مع الخبر. صباح النور أمين. صباح النور وعد وراور. صباح النور مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تعقد اليوم في اسطنبول قمة إسلامية طارئة دعت إليها تركيا لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها. وعشية القمة قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه لا يمكن الصمت عن الظلم الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين، متعهدا بأن تصدر القمة رسالة قوية بشأن القدس. عبرت الولايات المتحدة عن شكوكها بشأن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحب كبير للقوات الروسية من سوريا، معتبرة إعلانه تحقيق النصر ضد تنظيم الدولة الإسلامية سابق لأوانه. الكلام الأمريكي جاء تعليقا على أمر الرئيس الروسي بوتين بسحب قواته خلال زيارة مفاجئة يوم الاثنين لقادة حميميم الروسية في سوريا، قائلا إن المهمة القوات الروسية في دعم الحكومة السورية ضد المتشددين أنجزت بشكل كبير، وتم إلحاق الهزيمة بمجموعة من أشد الإرهابيين الدوليين تمرسا في المعارك. انتقد وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الأطماع الإقليمية الإيرانية قائلا إن باريس لا تقبل توسع طهران العسكري إلى البحر المتوسط. واتهم لودريان روسيا بالتقاعس عن استخدام نفوذها لدفع محادثات السلام السورية التي تقودها الأمم المتحدة والحد من العنف. وفي مقابلة مع محطة فرانس دو تلفزيونية قال الوزير الفرنسي إن الوقت حان كي تتعاون موسكو وطهران مع مجلس الأمن لإنهاء الحرب في سوريا والمستمرة منذ 6 أعوام.
قالت الأمم المتحدة إن اللاجئين السوريين قد يسعون مجددا للوصول إلى أوروبا في مجموعات إذا لم تستمر برامج المساعدات في 5 دول مجاورة تستضيف معظم اللاجئين. وقال الأمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة صحفية، قال إن الوكالة تحتاج دعما دوليا، لافتا إلى أن الدول المضيفة تشير إلى مخاوف بشأن الأمن والأزمات الاقتصادية ومعاداة الأجانب. قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في كلمة أمام مركز أبحاث بواشنطن إن الولايات المتحدة مستعدة لبدء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة. كلام تيلرسون بدا كتراجع عن مطالب الولايات المتحدة السابقة بأن تقبل بيونغ يانغ أولا بأن يكون نزع سلاحها هو الأساس في أي مفاوضات، عارضا نهجا دبلوماسيا جديدا وسط زيادة التوتر بشأن أسلحة كوريا الشمالية. ومن هذه الأخبار مشاهدينا ننتقل إلى أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، ونبدأ هذه الجولة مع صحيفة القدس العربي التي كتبت عن ردود الفعل الدولية تجاه قضية القدس، وجاء في عناوينها: تركيا تنتقد ضعف ردود فعل الدول العربية قبيل قمة القدس الإسلامية. إلى صحيفة الراية القطرية والتي عنونت: موازنة 2018 تقهر الحصار، صاحب السمو اعتمدها بمصروفات تبلغ 203.2 مليار ريال. أما جريدة الحياة فركزت على زيارة العاهل الأردني إلى الرياض وقالت: قمة الرياض تتمسك بحل وفق مبادرة السلام العربية. من العراق اخترنا صحيفة الصباح الجديد التي عنونت عن مرحلة الأعمار بعد تنظيم الدولة الإسلامية: إعمار نينوى يحتاج 30 مليار دولار بعد تعرضها لخراب هائل. أما صحيفة الجمهورية اللبنانية فركزت على اجتماع جنيف وعنونت: لاءات أمريكية وفرنسية ضد الأسد وإيران. أما الخبر الجزائرية فعنونت: الجزائر ترفض لعب دور الدركي على حدودها. ونختم مع صحيفة الوطن الكويتية التي كتبت عن مرحلة ما بعد تأليف الحكومة الجديدة وقالت: الأمير للوزراء، واصلوا الإصلاح وأسرعوا التنمية. ومن أبرز هذه العناوين ننتقل للإضاءة على ما نشرته صحيفة العربي الجديد في عددها الصادر لهذا اليوم. وفي العناوين الرئيسية: القمة الإسلامية قرارات لمنع استباحة القدس. وفي صورة الغلاف: العراق مقايضة سلاح الميليشيات. أما في صفحة مجتمع: الموصل ما بعد داعش. وفي زاوية الحدث: ديمستورا يتبنى موقف دمشق وتيلرسون يرفض الأسد الوحش. وفي كاريكاتير العرب الجديد لهذا اليوم بعنوان تهويد القدس للفنان عماد حجاج: رسم يشير إلى اجتماع العالمين العربي والإسلامي حول قبة الأقصى. والقمة الإسلامية الطارئة في تركيا ستكون موضوع نقاشنا اليوم، فابقوا معنا. أما الآن عودة للزملاء. شكرا لك فرح، سنكون معك على رأس الساعة. مشاهدينا سننتقل الآن إلى خبر ضجت به وسائل الإعلام اللبنانية مؤخرا ويجب ألا يمر مرور الكرام، لأنه حصل بلبنان ولكن يمكن أن يحصل بأي دولة عربية. فبشكل عام تختلف المدارس في لبنان مشاهدينا ما بين رسمي مجاني وأهلي نصف مجاني وخاص. ترتفع رسوم الأخير السنوية لتصل إلى أرقام خيالية، خصوصا في حالة المدارس الغربية، فرنسية كانت، أمريكية، بريطانية أو ألمانية. وقد تحتوي المناهج الأجنبية ما قد يخالف القوانين اللبنانية في مجالات مختلفة، عدا عن مخالفتها للأعراف في أحيان عديدة. القانون الأكثر تصادما مع هذه المناهج هو قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955، وهو ما شدد عليه مجددا تعميم لوزير التربية مروان حمادة قبل أسبوعين فقط، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية تطلب من جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة عدم اعتماد أي كتب مدرسية تتضمن كلمة إسرائيل بدلا من كلمة فلسطين، وضرورة التقيد بما تنص عليه القوانين اللبنانية.
على الرغم من ذلك علم المحامي اللبناني لؤي غندور من ابنته نور ذات 9 سنوات والتي تدرس في الصف الرابع الابتدائي في مدرسة فرنسية أن معلمتها الفرنسية وزعت على التلاميذ خريطة للبنان ظهرت فيها كلمة إسرائيل مكان فلسطين. وقد جدلتها نور مرارا وتكرارا لكنها أصرت على أن لبنان دولة تحدها من الجنوب إسرائيل، وأجبرت التلاميذ على كتابة ذلك على دفاترهم. وقال غندور لصحيفة العربي الجديد إن ابنته قالت للمعلمة مرارا إن هذا خطأ وأن فلسطين هي ما تحد لبنان جنوبا، فأجابتها المعلمة جلبت الخريطة من جوجل. هل تعرفين أكثر من جوجل؟ يعني شيء مؤسف جدا، لأنه هذه الحادثة كما ذكرنا يمكن أن تحصل بأي دولة عربية وهي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل. شو رأيكم؟ صحيح، يعني مثل ما قلت أشكال التطبيع عديدة منها الثقافية، وللأسف يعني بعض الكتب التي تصل إلى المناهج التربوية في لبنان أو في أي من الدول العربية قد تكون تحتوي يعني على تسمية إسرائيل بدل من فلسطين. الملفت والجميل جدا والذي أقدره في هذه القصة أنه بنت عمرها 9 سنوات فقط، يعني صراحة أنا ابني تقريبا بهذا العمر بس ما بعتقد أنه عنده فكرة هالقد عن التسميات بالنزاع العربي الإسرائيلي وفلسطين وإسرائيل. فحلو أنه هي أكيد مربية ببيت فيه مشبع بالوطنية، مشبع بالضبط. ويمكن هذه الحادثة إنها صارت منها الأولى ولن تكون الأخيرة للأسف. صح. لأنه مثل ما بررت المعلمة أنه محرك البحث العالمي جوجل وغيره على الإنترنت أكيد مسيطر عليه من قبل الجهة الأخرى الإسرائيلي. فأنا برأيي بسبب نور كل باقي الصف ويمكن كل المدرسة وكتار من الأطفال المجتمع اللبناني صاروا يعرف يتكمشوا بكلمة فلسطين بدل من أي كلمة أخرى. صحيح. وهون حتى خليتهم يمكن نور أنه يتطرح سؤال، ومواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالخبر وشفناها الناس الكل. صح. أكيد، لأنه هذه حاجة يمكن ما وصلش فقط إلى اللبنانيين لكن وصل إلى كافة الدول العربية، لأنه لازم نعلم أطفالنا على أنه مش بالضرورة اللي نلقاه على جوجل أو نلقاه على الإنترنت أنه كله صحيح، بغض النظر عن القضية الفلسطينية اللي هي القضية الأم. ولكن عندنا مشاكل ما منكروهاش في تعليمنا في العالم العربي، اللي احيانا المعلم او الاستاذ او اللي هو يجيب لنا اخبار احيانا تكون من محركات او تكون من الانترنت وتكون ما عندهاش صحه كامله. فهوني علينا نطرح السؤال صراحه، وحكينا برشا مرات في الموضوع انه لازم الاطفال ولازم ان المعلمين او الاساتذه يكون عندهم نظام تواصل كبير يتعلموه باش يحاولوا يوصلوا معلومات صحيحه للاطفال او دخلنا في كارثة كبيرة. صحيح. والحمد لله على الأقل كما قلت نور بنت واعية خليت الناس الكل تتأكد اللي فما فلسطين، حتى اللي كان يمكن عنده شك أو وصل إلى أنه فما هناك موجودة حاجة اسمها فلسطين واحتلال إسرائيل. ومثل ما ذكرت هناك هون دور وزارات التربية بكل الدول العربية بمراقبة المناهج التي تدرس للأطفال، لأنه دائما المناهج هي الأقرب. صحيح. اللي عم يدرسها الطفل، ويعني تكمشة بالقضية الفلسطينية لأنه هي القضية الأم وبناء مجتمع وطني. في حادثة غير بعيدة راوية حصلت العام الماضي في الجزائر، تم سحب كتاب من الأسواق ومن المدارس بسبب كمان احتوائه على كلمة إسرائيل. هذا أفضل شيء يمكن أن يفعل، وتحية لبي للطفل وأيضا لكل الناس. صحيح. اللي معقول يحاربوا شك أشكال التطبيع. هذا كما قلت لكم أنه حاجة إن شاء الله أنه نلقاو لها حل، هي وبرشا حاجات أخرين حتى كالكتب اللي تتبيع مش بالضرورة الكتب اللي تتقرأ. وخلينا نحكيه على الملكية الفكرية، لأنه موضوع كيف مهم. فكم من فكرة نشعر أحيانا أنها فردية وعبقرية وتحسب لنا كإنجاز، لنعود ونكتشف أن الكثيرين قد تناولوها من قبلنا. صحيح أمين، تطرقنا خلال هذا الأسبوع إلى موضوع قرصنة الكتب، واليوم نلقي الضوء ونناقش الملكية الفكرية من وجهة نظر قانونية مع الدكتورة عزة سليمان الأستاذة المحاضرة في القانون في الجامعة اللبنانية ضمن فقرة استشارة. صباح النور دكتور عزة. يعني نسمع مؤخرا بحقوق الملكية الفكرية قانونيا، ماذا يعني هذا المصطلح؟ الملكية الفكرية هي حق المؤلف على إنتاجه الفكري. نعم. بالمبدأ هيك، إنه الأثر الفكري
للمؤلفين شو ما كان نوع هالأثر، فني أدبي على كامل أشكال أنواع الفنون، هندسي حتى الهندسة الخرائط العمارة، الصور الفوتوغرافية، كل أنواع الإنتاج الفني، الموسيقى، الأوديو فيزيوال السماعي البصري، التسجيلات، المسرح، المسرح الإيمائي، المسرح المغنى، الشعر، الأدب، كل إنتاج فكري يصدر عن مؤلف هو حق هذا المؤلف على هذا الإنتاج. خصوصية الحقوق المؤلف، هلأ نحن لما بنحكي ملكية فكرية في نوعين عادة من أنواع الملكية الفكرية، في عندي ذات الطابع الفكري مثل حقوق المؤلف الأدبي والفني، وعندي الأنواع ذات الطابع التجاري والصناعي مثل براءة الاختراع، مثل العلامة التجارية، مثل ديزاين النماذج الصناعية. ولكن لما بنحكي عن حقوق المؤلف فإذن دخلنا ضمن إطار الأدبي والفني. خصوصية الأدبي والفني أنه في ارتباط بنسميه حق الأبوة بين المؤلف والمؤلف، بين الأثر الفكري الإنتاج الفكري. هذه الخصوصية لا تستدعي تسجيل ولا تستدعي أي ضرورة إجراء شكلي لحمايتها، لأن مجرد أنه صدر هذا العمل عن هذا الشخص فهو يرتبط به رابطة الخصوصية ومنسميها الأصالة الأوريجيناليتي، هي مرتبطة سميناها بالقانون حق الأبوة. يعني يمكننا باستخدام الخبراء في هذا الفن أن نحدد أنه هذا النوع من الإنتاج يعود لهذا الشخص، لأنه كل شخص عنده خصوصية بطريقة إبداعه، بطريقة تقديمه لعمله الفكري. هذه هي دكتورة عزة. إذن تختلف الملكية الفكرية من بلد إلى آخر، ولكن إلى أي حد تختلف؟ شوف هلأ هي بالمبدأ لا تختلف، هي تم تنظيمها منذ العام 1886 ضمن إطار معاهدة بيرن. هذه المعاهدة كرست حقوق المؤلف وأعطت للمؤلف نوعين من الحقوق، حق معنوي وحق مادي. هذا التنظيم تمسكت في الدول، والآن ضمن إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية ترعى تطبيق هذه المعاهدة وطورتها وفقا لطبيعة التطور التقني وحاجة المجتمعات الآن، وهي نوعا ما متشابهة، تختلف في بعض التفاصيل بين العالم بين دول العالم، ولكن بالمبدأ هي موحدة، لأنه تسعى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتوحيد معايير الحماية وتوحيد طريقة الحماية بين الدول، لأنه مثل ما بنعرف أنه أصبحت يعني تحت تأثير العولمة وانفتاح الأسواق وانفتاح الحدود، والأثر الثقافي والفكري هو منفتح، ما الفكر هو تداول الأفكار، هي أساسا جزء من حقوق الإنسان بتداول الفكر بالاطلاع بالمعرفة بالمشاركة بالحياة الثقافية، هي أساسا حقوق إنسان. ولكن نظرا لأنه بين حق الإنسان بالاطلاع والمعرفة وحق المؤلف بأنه يستطيع أن يعيش بكرامته، حاولوا أنه يعملوا هالتنظيم بما يسمح للناس بمواكبة هذا الفكر ومشاركته، من ناحية تانية وهو انتشار عالمي، ما أهمية الفكر أنه ينتشر عالميا وأن يصير هنالك تداول لهذه الأفكار، والفكر بتداوله يؤدي إلى إبداعات أكثر. هلأ لحتى أقدر أقول أنه هذا العمل محمي بده يكون جديد، يعني مش مقلد شيء قبله، بده يكون خاص يعبر عن شخصية المؤلف، وبده يكون منفذ، يعني مجرد الفكرة لا تحمى، لأنه الفكر هو عمل، هو شيء متداول، هو خصوصية من خصائص الإنسان، تداول الأفكار هي حق مكتسب لكل الناس، ولكن عندما تنفذ هذه الفكرة تصبح إنتاجا فكريا وبالتالي تصبح محمية. نعم. لماذا يقال بأنه عالمنا العربي أو بمعنى آخر اتفاقية الحقوق الفكرية؟ نعم. لأنها هي أصلا أحد ملحقات اتفاقية التجارة العالمية، لها وجهان، وجه إيجابي وجه سلبي. وجه إيجابي لأنه تحمي الدول النامية من سوء الاحتكار للأفكار أو الملكيات الفكرية، ومن ناحية ثانية يعني بالنسبة للدول المتطورة تمنعنا أو تقيدنا من ناحية الإبداع الفكري، لأنه تحتكر التكنولوجيا، تحتكر ما يصل إلينا أصلا. نعم. هلأ ضمن هالإطار بدنا نميز بين نوعين، مثل ما كنت عم أقول أنه في عند الابتكارات ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهي اللي أكثر مرتبطة بعالم التصنيع، بعالم التجارة، الترويج، الماركتينج، العالم السوق،
تسويق. هلا العالم السوقي لانه عالم تجاري تحكمه اطر منظمه التجاره العالميه. بالنسبه لحقوق المؤلف هي ابداع فكري وهي بالمبدا غير قابله للتقييد. هلا هنالك بعض الأصعدة في هذه العلاقة الفكرية مرتبطة بالتجارة، مثل لما بنحكي مثلا عن التسجيلات، عن تداول الكتب، عن البيع، لأنه يدخل يعني خرجنا من إطار مجرد الفكر ودخلنا بعالم التجارة. هلأ هون في بعض القضايا ترتبط بالتجارة، مثل مثلا الجمارك، ضبط الحدود، لأنه من خلاله أنا بدي أضبط حقوق المؤلف كمان. صحيح. لأنه مرتبطة. إذا أنا صار في انتهاك لحقوق المؤلف كيف بده يوصل لحقوقه المادية؟ ما هو بالنتيجة يجب أن يعيش من وراء إنتاجه الفكري لحتى يضل عم بيقدر يقدم فكر جديد. صحيح. ولكن بالمقابل بدي أحمي حقوق الناس بالاطلاع على الثقافة. لما بحكي بأطر الملكية الصناعية والتجارية هون فتت بإطار السوق أكثر، وهون بدي أحمي السوق التجاري والإنتاج الصناعي. من هون صار في ضوابط أكثر وصار في احتكار للتكنولوجيا بهيدا الإطار. هلأ التنظيم العالمي بإطار الصناعة والتجارة يجب ضرورة التسجيل. يعني أنا إذا مش مسجلة في هذه الدولة هذه البراءة، أو يعني في عندي عدة أنظمة تسجيل لا ندخل في تفاصيلها الآن، ولكن بالمبدأ في يعني بالتنظيم العالمي في مبدأ جغرافية التسجيل. يعني أنا لما بسجل بدولة ضمن إقليمها أحمى، إذا مش مسجل فيها لا أحمى. وبالتالي الدول الأقوى تجاريا تسعى مثلا لأنه يسجل فيها، مثلا إذا أنا عندي إنتاج صناعي بتفضل سجله بدولة تصنع، فهذه الدولة تصنع صارت هي عم تستخدم هذا الابتكار لحتى تصنع تتبنى. وبالتالي لتطوير تكنولوجيتها، وبالتالي عم تستولي على سوق العالم من خلال امتلاكها لهذا الرصيد. من هون هلا في عندي عدة أطر، وهي تدخل أيضا في قضايا العلاقة بالأدوية. هون مثلا يطرح إشكالية كبيرة لأنه مرتبطة بحق الناس بالصحة. كل القضايا التي تدخل في إطار التطوير الفكري والعلمي والابتكار، يعني كل شيء في ابتكار بغض النظر إذا كان صناعي تجاري في بعد بحثي علمي بده يتنظم ضمن إطار من ناحية حقوق الناس بالاطلاع، ومن ناحية حقوق هالمؤلف أنه يقدر يستفيد منهم. يعني هذا التوازن هو الذي يجب أن يرعى هذه العلاقة. من هون الدول مثلا بالقضايا الصناعية والتجارية بيكون عندها سياسة معينة بضبط سوقها، بتتخذ قرار مثلا بالسياسات العامة الاقتصادية أنه أنا بدي أحمي الاستثمار، فهي تشدد هذه الحماية. في دول تانية بتقول أنا لا بدي أحمي الشعب، بدي أعمل حرية إنتاج وحرية تصنيع وكذا، ما بتوقع على هاي المعاهدات لحتى تسمح بهذا التطوير الصناعي داخلها وتعمل تنمية صناعية. هذا يعود ضمن إطار النظام الاقتصادي داخل كل دولة. ولكن حاليا بحكم وجود وسائل التواصل الاجتماعي نعم. يمكن صارت أكبر وأصعب فكرة حماية انتهاكات. الحقوق الملكية الفكرية. نعم الانتهاكات بتصير أكبر، خاصة لما بكون عم بحكي على صعيد حقوق المؤلف يعني الانتاج الفني والأدبي، لأنه في صعوبة الملاحقة وسهولة تداولها وسهولة انتهاكها. مزبوط على مواقع التواصل، عالم الانترنت، يعني هي بدأت تظهر الإشكاليات بعالم الانترنت. متذكر سابقا كان مشاكل الفنانين اللي عندهم تسجيلات موسيقية يقولوا أنه نحن ما عم نقدر نبيع سيدياتنا لأنه عم تقدر تتنزل، عم ينعملها داونلود عبر الانترنت، وبالتالي نحن عم نخسر، كيف أنا نقدر نستمر. فبيصير تقنيا يعني بيصير في تنظيم تقني أنه حتى الداونلود بده يصير مدفوع، يعني مش ببساطة بقدر نزل وحفظها عندي، يعني ممكن اسمعها مجانا بس ما بقى فيني حفظها إذا ما استخدمت برامج مدفوعة، وهذا من إطار تنظيم الشبكة. فبيصير التواصل يعني بين إطار منظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية من ناحية، وتنظيم السؤال. الإنترنت من ناحية ثالثة، عم يدخل هذا الإطار التعاون الدولي لضبط هذه الانتهاكات نظرا لأنه بتصير أصعب. نعم. لكن هل هنالك قوانين في عالمنا العربي تحديدا تحمي حقوق الملكية الفكرية؟ قوانين كان موجودة أو مطورة لأنه تتماشى مع العصر؟ هلأ لا خبرك شيء، أنه في عادة منظمة العالمية للملكية الفكرية اللي هي يعني ترعى تطبيق المعاهدات القديمة قبل نشوء الدول اللي هي من 1886 والاتفاقيات التي صدرت بعد نشوء الدول، هي ترعاها وتسعى لتطبيقها ونشرها وتوحيدها عبر العالم. في العديد كثير من الدول العربية يعني
موقعة على هذه الاتفاقيات وهي عضو بالمنظمة العالمية للمشكلة الفكرية. ولما منقول أنه هي عضو وموقعة فهي تلتزم بهذه الاتفاقيات الصادرة. وكذلك أيضا هنالك العديد من الدول حدثت قوانينها بما يتناسب مع هذه التطويرات، لأن الدولة لما بتوقع على اتفاقية هي ملزمة تعدي القانون الداخلي بما يتناسب مع هذه الاتفاقية اللي وقعت عليها. هلأ العبرة بعالمنا العربي ليس بوجود القانون فقط ولكن بتطبيق القانون. صحيح. يعني الإشكالية هون مش مثلا أنا أعطي مثلا عن لبنان نموذج، حدث العديد من هذه الأطر، مثلا حقوق المؤلف تم تحديثها، في عند العديد وهلأ يسعى إلى تحديث الأطر الحديثة مثل النماذج الجغرافية الانديكاسيون جيوغرافيك بنسميها، اللي هي حماية ممتلكات الشعوب، الانتاج الفكري، مش بس الفكري، الفكري بيدخل هون الإطار الحديث اللي يسعى لتطويره اللي هو الفولكلور، ولكن المؤشرات الجغرافية هي الانتاج الصناعي أو الانتاج الطبيعي اللي هو خاص لفئة اجتماعية أو فئة شعبية معينة نظرا للتفاعل ما بين الطبيعة والمجتمع والثقافة، يعني بين العادات والثقافة. هون بلشنا نحكي أكثر بحقوق شعوب أكثر من حقوق فردية. نحن لما قبل كنا عم نحكي بحقوق مؤلف نحكي عن حق فردي، بينما الآن بلشنا نحكي عن حقوق جماعية، حقوق شعوب، سواء بالإنتاج الملموس مثل مثلا المؤشرات الجغرافية مثل إنتاج طبيعي أو أنواع فاكهة معينة تختص بها بعض المناطق، أو إنتاج صناعي معين تختص بها، أو أيضا الإنتاج الفني. صحيح. مثل الفولكلور. وهون بهمني شير لنضالات الشعب الفلسطيني بالتمسك بحقوقه كشعب وفولكلور، ونظرا لأنه أيضا الحرب على الشعب الفلسطيني عم تجي فكرية أيضا ثقافية، هناك حرب ثقافية. نعم. وصراحة الموضوع يطول لأنه الملكية الفكرية جداً موضوع يعني طويل جدا، إن شاء الله أنه نتناقشوا فيه مرة أخرى، لأنه أحيانا تحس حتى لو تتسرق لنا ملكية فكرية صعب أنه القضايا تطويل وتقعد سنوات طويلة. نعم. الدكتورة عزة سليمان المحاضرة في الجامعة في القانون في الجامعة اللبنانية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الآن خلينا نمشي إلى أول فاصل ونعود بعدها لنتابع باقي فقرات صباح النور، ابقوا معنا. صباح النور من جديد مشاهدينا. فقرتنا التالية تتناول مسرحية تجري أحداثها في مدينة قريبة من هنا، مدينة عرفت زمن السلم كاستثناء، يذهب معظم سكانها إلى الحرب ولا يعود منها سوى قلة، البعض يموت هناك فيما يختفي الآخر. مدينة لا يستطيع أهلها دفن أحبائهم وإنهاء عزائهم. نستقبل معنا في الاستوديو مخرج مسرحية قريب من هون روي ديب في أحداث ونشاطات. صباح النور روي، أهلا وسهلا فيك. صباح يعني النور. بداية كتبت وأخرجت هذا العمل الذي سيبصر النور بعد 3 أيام بمسرح المدينة، من أين أتت فكرة هذا العمل؟ الفكرة أجت بأول مطرح من صورة شفتها أونلاين تقريبا من 2015، صورة من حلب، لما المدينة حلب انقسمت لمدينتين خلال الحرب وصار في النصين، أهل حلب نزلوا البرادة من البلاكينهم، خيطون ببعض ورفعون بين البنايات كرمال يخلقوا ممرات آمنة بالشوارع ليحموا حالهم من القناصين. فهذه الصورة كانت كتير قوية لقالي أول ما شفتها، وحسيتها معبرة عن أهوال الحرب بلا ما تكون بشكل مباشر عم تفاجئ مشاهد مأزية، والانطلاق طبع هذا الشغل بلش من هذه الصورة بالذات. الصراحة بلشت مثل ما عم تقول من مكان محدد، ولكن قريب من هون ألا ترى أنه في هذه الأيام بينطبق على دائرة كتير واسعة من وطننا العربي للأسف؟ يعني كيف كمان جسدت أو هل عممت هذه الرمزية في مسرحيتك؟ بالضبط، هو الانطلاق كان من هذا المطرح، بس عمليا من هون بيجي عنوان المسرحية كمان. يعني قريب من هون هو عكس بعيد من هون. صح. اللي هي العبارة المستعملة دائما لما نتكلم عن الموت. بالضبط،
وبذات الوقت هي عنوان عنوان العرض كمان لانه المدينه اللي عم بتصير بقلب المسرحيه مدينه متخيله، وين ما بنعرض المسرحيه عم بتصير بمدينه قريبه من مكان عرضها. فابتداء العرض تقدم بالشارجة بياني لانه هو كان بتكليف من الشارجة، فكان عم بصير قريب من الشارجة، اليوم ببيروت عم بصير قريب من بيروت. والعمليه المسرحيه عم بصير بمدينه متخيله، هذه المدينه مثل ما ذكرتوا هي اهلها بيروحوا على الحرب وما بيرجع جزء الاكبر منهم، فاهل هي المدينه كرمال يقدروا يستمروا خلقوا تقليد معين بيقول انه كل ما حدا قرر يروح على الحرب نهار قبل ما يروح على الحرب بيعملوا تمرين العزاء تبعه كرمال اذا ما رجع يكونوا اهلهم عايشوا جزء من تجربه العزاء ليقدروا يكفوا حياتهم، لانه بعلم النفس كل انسان بحاجه بمطرح معين ليدفن او يعز الشخص يلي فقده ليعمل خاتمه للاحزان تبعه. نعم. فهو طريقه اخترعها اهل هذه المدينه كرمال يقدروا يكفوا حياتهم. ونحن بالمسرحيه بالذات بقلب حي معين ما بقى في حدا ساكن فيه غير ام يوسف وابنه. جوزها راح من سنين على الحرب وما رجع، ما عرفوا عنه شيء بعد. اليوم يوسف بده يروح على الحرب، فأم يوسف لازم تعمل هذا العزاء، وما في حدا يجي يعزيها لو ما في غيرهم بالحي، بس ليصير العزاء لازم يجي حدا يعزي. فالشخص الوحيد اللي ممكن ينعزى مع العزاء هو القناص اللي ساكن بالحي مقابلهم ويلي من ست سنين قتلها بنتها. فهو التراجيديا تبع هذا العرض هي مبنية على حتمية إقامة هذا العزاء، بذات الوقت الشخص الوحيد الممكن يكون الشاهد أنه صار في عزاء هو العدو إلى حد ما، هو العدو هو القناص اللي قتل بنته من ست سنين. نعم، سنشاهد سوية مع المشاهدين مشاهد من المسرحية وبنعود لنستكمل الحوار معك. تعرف أنه بالليل لما بتنام بعدني لهلا بفوت فتش على الانترنت على وجه بيك، بصير فتش بين هالمقتلين بين هالعالم الميتة، جثث مرمية بالأرض، شي جسمه مخزوق، شي راسه مقطوش، شي بلا ايد، شي بلا أجر، فتش بيناتهم عبيك هالشي شقفة تياب بعرفها، بطلع بهالملتمين وبجرب ألمح عيونه، بركي بعده عايش، بركي بعده عم بقاتل، أو يمكن مات امبارح وما عرفت، يمكن الكل عارف وما حدا مسترجي يخبرني. ريت الوصال يكون حسن بناري. يعني تابعنا في هذا المقتطف الصغير من المسرحية الفنانة القديرة جوليا قصار، هي بدور أم يوسف يلي هي هذه الأم أو المرأة العربية يلي بتودع أو ابنها أو خيها أو زوجها. خبرنا أكثر، يعني مسؤولية كتير كبيرة بالأداء على السيدة جوليا قصار، خبرنا كيف كان التعامل معها، كيف كان هالأخذ والعطاء بين مخرج العمل والبطلة الأساسية. هو بالضبط هو بعد مسؤولية أكبر لأنه عمليا جوليا لحالة على المسرح. نعم. هو النص تقريبا كأنه مونودراما لأنه نحن لا بنشوف يوسف ولا بنشوف النص، النص هو بتتوجه له أم يوسف بالحكي مع الجمهور. نعم. فهو النص مبني بشكل مونودرام اكثر. شغل مع جوليا قصار متعه بصراحه، يعني ممثله شاهدتها متعه ايضا ممثله بهيدي الخبره وبهيدي الاحترافيه، في تجربه كثير كبيره لالي وغنى كثير لالي اني عم اشتغل معها. بس على الصعيد الشخصي والتفاصيل العمل جوليا انسان متواضع جدا بالشغل، جاهز كل الوقت، وكريم، في شغف بالعمل، كريم كتير، يعني حدا جوليا حدا كل الوقت متنبه على كل التفاصيل، حامل الشغل معنا. وهي من الأول نهار لما حكيتها وقدمت لها الفكرة بعدين النص كان جدا متحمسة وبينا على التواصل، صرنا نحكي عن التفاصيل تبع العرض، وبعدين خلال التمارين لوصولا للعرض فعلا في يعني خبرة ومتعة كتير كبيرة بالشغل مع جوليا. نعم. روي، عندما نتحدث عن الحزن، الموت،
الذهاب إلى الحرب، يعني هي أفكار سوداوية إلى حد كبير. إلى أي مدى هنالك يعني بصيص أمل بنهاية هذا العمل، وكيف برأيك سيتفاعل الجمهور مع المسرحية؟ هو مزبوط، يعني الحرب منه شيء بيسلي. بس بذات الوقت يعني إذا بدك هذا الطرح هو بمطرح لنشتغل مثل ما المسرح بيعمل. يعني المسرح بينقي لحظة من الحياة يلي هي عم تركض كل الوقت وما فينا نوقف لنفكر فيها، بجمدها على الخشبة وبيفتح لنا مجال إننا نفكر أكثر بهذا الموضوع. بمطرح الخيار بهذا العرض كان مش على الأشخاص اللي قرروا يروحوا على الحرب. يوسف ما بنشوفه بالعرض، نحن هون عم نتابع قصة أمه ليوسف. ما بعد هي فكرة لما حدا بيقرر يروح على الحرب بيقرر عن الناس اللي بحبوه انه يبقوا ناطرينه يرجع من الحرب. فهي هيدي الحالة الإنسانية اللي هي ما خاصة بمدينة واحدة ولا بحرب واحدة، هي حالة لها علاقة بكل الحروب كلنا بنعيشها. هلا مقابل جوليا في لينا سحاب اللي هي عم تلعب دور مذيعة الراديو، يلي هي كل الوقت خلال العرض عم تزت أخبار من العالم العربي بشكل شوي كاريكاتور، اللي هو بمطرح بيعادل شوي التراجيديا والدراما اللي موجودة على المسرح بأساوي مختلفة بس بتضحك أوقات. وفي ساندي شامون يلي هي المغنية بقلب العرض تلعب دور البنت، بنتها لأم يوسف، بعدها بتتحول للمغنية يلي هي بتأدي بعض الأغاني من ريبرتوار المنطقة بين العراق، فلسطين، سوريا، مصر. فعلا يعني الجديد والمبتكر مثل ما قلت انه عاده بكل اعلامنا بنسلط الضوء على الضحيه الشهيد او يلي مات، هون عم نسلط الضوء على الاحياء يلي بعضهم مستمرين بهذه الحياه. رويلي مدى مقلل بالعروض، يعني في عندك بس عرضين في ديسمبر ب 16 و17 ليه؟ هو مزبوط، يعني للاسف وبذات الوقت في هيك في نبض بالمدينه، يعني اليوم ببيروت للأسف ما في مسارح كتير، يعني في عدد مسارح قليل، ولحديت اليوم الدولة اللبنانية ووزارة الثقافة ما قادرة لا تأسس مسرح وطني ولا يكون في صروح زيادة، فهذا الشيء بيؤدي أنه ما في مساحات. فحاليا نحن عم نعرض بمسرح المدينة نهار السبت والأحد 16-17 لأنه ما كان في مجال نعرض أكثر، يعني كان أول تاريخ هو بحزيران 2018 بعدين، ففضلنا أنه لأنه نعرض بأدار بالشارقة فحسينا انه ما بدنا لقد نطول، خلينا نعرض عرضين حاليا على امل نقدر نسافر بالعرض او نعرضه بعدين بالمدن اللبنانيه وغير الكرة اللبنانيه، براد بيروت يلي هو للاسف كمان دائما كل العمل المسرحي مركز بمدينه بيروت، والعالم برات المدينه بحاجه كمان او عبالهم يحضروا عرض. أكيد. أكيد. على كل حال كل التوفيق والشكر، والشكر ايضا لك الكاتب والمخرج رويديب على حضورك معنا وبانتظار المسرحيه واي اعمال مقبله اخرى. شكرا لك. شكرا. بدنا بس نذكر انه البطاقات موجودين بانطوان يلي بحب يحجز او يشتري بطاقات من هلا. أكيد أكيد. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا سنذهب الآن إلى محطتنا الأولى من مطبخ صباح النور والعشاء. صباح النور مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم مثل ما سبقت وقلت بأول الحلقة أنه نحن اليوم حنشتغل بس أصناف حلويات، حلويات كتير مميزة طيبة وسريعة، وبنفس الوقت هيدي من أنواع الحلويات اللي بتشتروها من السوق اللي بتستصعبوا أنكم تعملوها بالبيت. فأنا الطريقة اللي عم بشتغل فيها ودمج الأصناف مع بعضها هي حتسهلكم الشغل بالبيت. اليوم حنبلش بأول نوع حلو اللي هو الكيك بالأناناس والمانجا. هذا الكيك كتير مميز بإضافته لحتى طبعا بالمكون الأساسي اللي بقلبه هو عصير الأناناس وعصير المانجا. دايما بقلب الكيك بيكون في عنا الكريمة بتبقى فيها الطعمة أو شيء، نحن اليوم دخلنا الكريمة بطعمة المانجا وعملنا بنفس الوقت الكيك معمول بعصير المانجا والأناناس، اللي هو بدل ما نحن نستعمل الماء أو أي نوع تاني سائل مثلا مثل الحليب استبدلتهم بالعصاير النوعين. أول شيء رح بلش بدي أخفق عندي الكريمة أنا حتى بالمكنة، الكريم شانتي كريم فريش، خلطت شوي من الكريم النباتي مع كمية صغيرة من الكريم الحيواني، بدي أخفقهم لحتى أحصل على كريمة سميكة. هلأ هون بهذا الوقت الكريمة
كنا عم نخفقها. رح نبلش نحضر انا وياكم لعجينه الجينواز او هو السبونج اللي هي الكيك الهشه اللي هي نحن هلا حضرتها هون عندي اياها جاهزه على شوكولا. هيدي هي ذاتها اكيد مكوناتها عم تمر قدامكم على الشاشه، بس طبعا انا المكونات الموجوده معكم عاملين الكيك بالاناناس والمانجا بالبيضة يعني ما فيها شوكولا. أنا هون عملت وحدة تانية بالشوكولا، يعني نفس المكون بس شلت 10 جرامات أو معلقتين من الطحين من الوصفة، ضفت مقابلهم معلقتين من الكاكاو لحتى أحصل على هذا الكيك. هلا هون أنا وقت حيدا حنحضر البيضة، حنخبزها، حنشتغل على الشوكولا، هيك بنكون أخذنا فكرتين بنفس نوع الجاتو، وحدة بالكيك لونه أبيض، وحدة بالكيك لونه شوكولا. أول شيء عندنا البيض رح كسرون هون. طبعا انا ضايف هون السكر عندي على جنب، حاطط معهم الفانيليا البودره والبيكنج باودر، هول دائما انا بخلطهم مع بعضهم لحتى دائما نكون عم بحصل على نتيجه ناجحه. دائما انا بفضل اخلط البيكنج باودر والفانيليا مع السكر لحتى ما يكون في لا عندي لا زنخه ولا شيء، وبنفس الوقت بتكون انخلطت بكل المكونات. في اشخاص بتفضل انه دائما تخلط البيكنج باودر مع الطحين، انا من الاشخاص اللي ماني ضد هذا الموضوع، بس بفضله مع السكر لسبب انه السكر هو نوع من انواع الحلو اللي هي بتشرب المي بتذوب، فوقتها حتذوب حيبطل في عندي اصلا اثر من الاساس للبيكنج باودر. هون بكون تاكدت 100% انه البيكنج باودر ذابت. رح اضيف السكر عليهم. وهيدا الكيك انا اللي عم حضره ما بده عجانه مثل ما شايفين هون، لا هذا بينعمل على الايد، ما بده كثير خفق لانه كميه البيكنج باودر الموجوده فيه لحالها رح تعطيه الفوليوم، وطبعا طريقه خفق البيض هي بتساعدنا اكثر، بالاضافه لنوعين العصير اللي هن حيعطوا خفيه للوزن بالكيك. هلا مثل ما شايفين عم بخلطهم مضبوط مع بعضهم. بهيدا الوقت اللي انا عم بخلط فيه رح ارجع ادور المكنه لنخفق الكريمه. كمان هلا هون رح نزل عليهم عصير المانجا. حتى اذا بتلاحظوا هيدي الوصفه كلها مش داخل بقلبها الزيوت او الزبده، لانه عم بعمل الكيك الهش، فيني في وصفات اكيد فيها زبده، في وصفات فيها زيت، انا حبيت اشتغل على وصفه خاليه من اي مواد دهنيه ابدا او زيوت. هي عصير الاناناس. هلا شوي عندنا بطريقه وضع اضافه الطحين عنا اياها شوي بتاخذ وقت، مش كل كميه طحين انا بضيفها عليهم، بضيفها تدريجيا. بحط الطحين بهذا الشكل وبلش اخلطهم شوي شوي لحتى يفوت المزيج مع بعضهم. هلا طريقه دمجهم هذا الشكل، حتى ممكن إضافة قطع من الفواكه المجففة الأناناس أو المانجا على قلب هيدا الخليط، بيصير في عنا نوع مثل أنواع الإنجليش كيك إذا بدنا نستعمل الكريمة، بيكون فيها فواكه مجففة مخبوزة بتقدر تنعطي. أنا شخصيا كثير بحب هاي الإضافة على قلب الكيك. صح، الفواكه من جوا دائما هيدي الإضافات بتكون على قلب الكيك اللي ما بده يندخل له كريمة، بس وقتها بنصير نحط كريمة فنحن بطل قادرين نكون حاطين هيدي الفواكه، فهيدا عم بعطي نص بعض القلوبات أيضا كمان ممكن. هون بنكون نحن شلنا الزيوت او الزبده، ضفنا عليهم المكسرات. صح. يعني المكسرات عم نضيفها وهي اصلا في وقت معين فينا ناخذ كميه معينه من المكسرات، فمش غلط تكون موجوده بالكيك. طيب شويه نوتيلا على الوجه. هلا صرنا هذا صار كيك خاص لإلي. هلا رح ارجع اضيف بقيه كميه الطحين. كمان يعني شاف هيدا الكيك او الـ يعني جدا خفيف، اي انسان فيه عم عنده حميه غذائيه صح فيه يتبعه 100%. حتى هي هيدي الوصفه يعني
يعني هيدا الوصفة بترتكز على كذا نوع، يعني فينا نطلع من أساس نعمل كذا نوع حلو. يعني إذا حابين نعمل الكب كيك هيدا الشيء كمان قادرين نحوله من هيدا الوصفة. يعني هيدول الأساسات، هيدا الأساس طبعا 100%. على فكرة أنا كمان من تجربة خاصة بحب ألفت، لأنه في كتير أشخاص خاصة مؤخرا عم بيعانوا من الحساسية على مشتقات الحليب. صح. هيدا الكيك أبدا ما بيدخلوا الحليب. يعني مزبوط. ما بيدخلوا حليب والمشتقات القوية فيه. صح. مثل ما شايفين هلأ هيدا العجينة صارت ناعمة بهذا الشكل. سمكتها إذا ملاحظين هيدا السمكة ما بدها تكون أكتر. ما فيها شغل كتير، يعني كلها عم نشتغلها بجات واحد، وما بدنا بحاجة إنه نخفق البيض لحتى يطلع له فوليوم عالي. هلا أنا بسكبها بقالب وبدي أخبزها بالفرن على حرارة 180 حوالي 17 دقيقة. أوكي. هلا هون عندي هيدا بس انخبز حنوصل على هيدي النتيجة، هي هيدا قالب الجينواز. هو عادة الجينواز بدها تكون بهيدي السماكة، السبب انه نحن بدنا نقطعها لكذا لاير، نحشيها بالكريمة اللي انا هون عم بخفقها كمان بعدني، رح ضيف بقلبهم قطع المانجا الفراش، وطبعا الكريمة وقتها تجهز بدي ضيف عليها عصير المانجا مثل ما شايفين، عندي حبة المانجا هون المستوية بدي اقشرها واطحنها، السبب هون انه استعملت العصير وطحن المانجا لانه المانجا بس نطحنها بدها تصير مادة سميكة منها كثير طرية، فأنا لحتى شبع الكريمة بالطعمة بضيف مقابيلها نص كباية أو كباية عصير مانجا، تندمج كلها مع الكريمة بتنخفق مع بعضها بتصير نوعا ما مشبعة بالمانجا، برجع بضيف عليهم حبة المانجا اللي هي المطحونة اللي هي الطازة، كمان حتعطيني طعمة فعلا مركزة أكثر. بنفس الوقت هيدي حبة المانجا أنا لحتى أحصل عليها هيك بجيبها بتكون مستوية بحطها بالفريزر لحتى التلج مزبوط، برجع بطلعها بس تحل بتصير المي اللي بقلبها من التلج هو عم يخليها تصير طرية أكتر بيطلع منها هيدا السائل. هلا أنا بهذا الوقت اللي حكمل رح أرجع لعندكم ونرجع أكيد بعد شوي بنشوف كيف طريقة تقديم القالب الجاتو كله. شكرا شاف، منسق المكونات بطريقة كتير حلوة شاف اليوم، ولكن أيضا يمكن تنسيق الورود والزهور، فلمحبي الورود والزهور وتنسيقها طرق جديدة بسيطة ومبتكرة نتعرف إليها اليوم مع منسقة الزهور ومنظمة الحفلات لاتيسيا غصن في فقرة أرض وماء. صباح الخير لاتيسيا. صباح النور. يعني نحن هلأ بفترة أعياد ولا تكاد يعني لا تخلو أي مناسبة من استعمال الزهور للتزيين. تزيينة. في شيء دارج بهذه الفترة؟ في كل الألوان بتكون دارجة بهالفترة، بس أكتر شيء العالم بتحب اللون الأحمر أكيد. صحيح. بس الديكوريشن حسب شو بيكون فيها. هلا أكتر شيء شجرة الصور اللي هي السابان هيدا بنستعملها اليوم بالديكوراسيون، حنعمل مثل زينة بنحطها على الطاولة وهي بتلبق على كل شيء لأنه هو الأبيض والأحمر بيلبقوا على كل الزينة محطوطة. أكيد. وفي عنا هيدا الشكلة اسمها العصاري، هيدا بتعيش بلا ماء، تحطي لها ماء مرة بالشهر كمان تنحط بتكون بارالل أو يعني بتتوازن مع الزينة الأخرى. عم نشوف هيدا أنت مدخلتي لها مواد اصطناعية. نعم، نحن حاطين لها مثل بايات يعني لميع، بس بترشي لها لميع. أنت اللميع اللي بدك هول أربع ألوان موجودين. عندك الذهب الفضة والأبيض الأحمر، هي أصلا لونها أخضر يعني. نعم. هون ببين هي اصلا لونها اخضر، بترشي لها انت اللون اللي بدك اياه. هيدي اكثر الالوان. نعم. المعتمده بفصل الشتاء، بتذكرنا شوي بالثلج هذا السبراي الابيض ايضا. صح. في عندي هذا الارانجمون بينحط على الطاوله هو، فينا كمان اذا فينا نعمل هو ذاته هون بمساعده هول الورود. يعني انا استعملت 3 ايتمز بهيدا الارانجمون. رح تفرجينا هلا كيف تعمليه. ايه، في هول العنق بسموه عنق الصور اللي هو. نعم. سابان حشيلهم بس كنا نقدر فرجيك. هو لازم يكون فيه سفنجة، تنجيب السفنجة هيدول الوراق. في عندي شجرة هول الوراق طبيعيين. هول الوراق طبيعيين، بتروحي عن حال محل بيبيع ورود. نعم. بتقولي له بدك عنق صور. ريحتهم كتير حلوة ايضا. ايه، يعني هي اكيد مش أرز ولا شيء، يعني هذا بيكون. نعم. في شتل خصوصي ببيعوه، بس إنه ببلاد برا بيستعملوا غير شتل.
اليوم إذا فكر شخص أنه يستعمل مواد اصطناعية مش طبيعية، لأنه اليوم متوفرة كتير المواد المش طبيعية، هل تنصحي بهيدا الشيء أو لا؟ لا بالعكس، لأنه هول يعني هيدا بدها ينشهر مثل ما هي، ها بدها ينشهر، هلا عم بعملها هي زيتها بطريقة كتير هينة، كمان إذا حدا بحب يعملها عم بعطي إكزامبل على السريع. نعم. بتضاين شهر أكثر من شهر فيك تغيريها بصير بدك تجيبها. أما الصناعية بتعلق عليها الغبرة، هن هولي بيضلون بيتنفسوا حتى ولو ومنهم بحاجة لاعتناء، لأنه لا 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 هلا هولي بينحطوا مثل ما هن، هي منا حتى ما بدها طريقة كتير صعبة. في كمان كوز السنوبر بينحط بهيدا الارانجمون، وكمان يذكرنا بالأعياد. الورد الأحمر أنا نقيته لأنه الورد الأحمر حلو، أكيد في إجماع على الورد الأحمر. ومثل ما ذكرت أنه لونه بهذه الفترة كمان كتير حلو. هلا هي هيدي لازم تتعبى كلها، أنا ما رح أبيها كلها بس هيك شوية. في عندي الكوسة تبع السنوبر بيكون هو هيك بينشرها مثل ما هو هيك، يعني ما بينحط من محلات الورود. وفي الورد هيدا بنكون نحن قبل حرقينه، بينحرق بالقداحة أو كبريتة حالة شي كرمال، لا كرمال هيدا ينشهر، لأنه هو فيه مادة بيضة بتبقى هالوردة وردة العيد فيها مادة بيضة، بس قصيها بتطلع هيدا المادة البيضة بس تحرقيها بتضاين طيب شهر. هيدا النصيحة بتنطبق على عدة ورود ولا فقط على هذه الوردة؟ لا هيدا الوردة بس بتضاين شهر هالقد، غير ورود ما بيضاينوا شهر. نحن نقينا هلأ هيدا الوردة لأنه كرمال الأعياد، هلا في غير ورود ما ضروري ينحرقوا حتى. نعم. فيك تحطيهم مثل ما هن بهيدا الاسفنجة، الاسفنجة بيكون فيها مي وبتضاين، منشك هول الوردات بطريقة متناسقة يعني حسب كل واحد كيف بيحب يحطهم، وبندمج معها كمان الورد الأحمر. حتى عم نشوف في الزينة ولات، هلا اخر شيء راحت الزينة تبع العيد. في طبعا واحد يزيد عدد الزهور او أكيد. الورق بس كرمال الارانجمون على هيدا الكبر فينا نحط يا اخر شيء، فينا نرشها كمان بالثلج. انا هيدا رشتها بالثلج، عم بتطلع على الفرق بينها، هيدا ما فيها ثلج، هيدا ناتشورال اكثر عادي، فينا نحط لها يا بولات دوري ذهبي يا احمر تنحط، ولا هيدا نفس الشيء فينا نعملها. يعني هاي طريقة كتير هينة كرمال لو واحد يقدر يحضر شيء يتركه بالبيت بفترة الأعياد، بينحط على كل المناسبات. أكيد. وهولي بعد كمان طريقتهم أسهل، هاي طريقتهم أسهل، بتجيبها هي الشتلة مثل ما هي بتحطيها. نعم. يعني بترش عليها في مادة، بس هولي قاعدة كمان نفس الشيء سفنج هيدا، لا هي بتجي مثل ما هي. بتجي مثل ما هي، فيها هون التراب تبعها هي. حلو. بس هي بتعيش من بتشرب الماء، تحطي لها مرة بالشهر الماء، هول التيج تبع الفايل الوراء كل شيء بيشرب الماء تبعها مره. نعم. بالشهر وبضل شهر مثل ما هي. فاتنيناتهم هول فين ينحطوا، فين ينحطوا على الطاولات العاده، هو بينحطوا على طاوله السفره او على انترنس بيت صح ولا بحب اي متى بتعتمد الارانجمون او البوكيه يلي فيها نوع واحد من الزهور او وقتها بتخلطي مثل ما شفنا هلا؟ هلا بمناسبة كل شيء خاصه باعياد او مناسبات خاصه ما بيحطوا ورده واحده، انه نوع واحد من الورود، لانه ما بيعطي كثير، يعني ما بتعطي قيمه. غير الوردة إذا بدك تعملها بوكيه واحدة تهدية لحدا بياخدوا نوع واحد من الورد. شكرا كثير لك على هذه الإضافة والزينة الحلوة في صباح النور لهذا اليوم، منسقة الزهور ومنظمة الحفلات لاتيسيا غصن. أما الآن مشاهدينا فنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لمتابعة باقي فقراتنا. صباح النور مشاهدينا، وعدنا إليكم من جديد. صباح النور وعد. صباح النور. موضوع حلو تو. كتير حلو. فلنتعرف إلى 10 قصص حب يمكن أن تكون غريبة، يمكن أن تكون عجيبة، يمكن أن تكون جديدة، مع زميلنا محمد غملوش في فقرة توب 10.
صباح النور. صباح النور. كيف صباح النور؟ أنا الفقرة اليوم متحمس عليها كثير. كرمال أمين معي. لا أنت متحمس عليها لأجلك معنا. لأنه أنا وأمين عنا نقاش طويل حول الحب. حول الحب؟ حول الحب. ودائما في هيك مثل مشادة. فيني أنا أكون حكم. أكيد كيف الحكم؟ أنت بتكون الحكم اليوم. هلا بس تنخلصك. واليوم الجميل بالفقرة أنه قصص الحب التي سنتناولها خاصة العربية منها ليست قصص معروفة جدا. يعني استثنينا القصص المعروفة مثل قيس وليلى. يعني ركزنا أكثر على القصص المعتم عليها قليلا. نعم. لنرى سويا على كل حال. صباح النور مشاهدينا. فتراك تدري أن حبك متلفي لكني أخفي هواك وأكتمه. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. لعل هذه الأبيات الراقية لصفي الدين الحلي كافية لوصف كم يحمل الحب من أحاسيسها ومشاعر مرهفة. واليوم في فقرة توب 10 سنستعرض 10 من أجمل وأبرز قصص الحب التي لم يضاء عليها كثيرا عبر التاريخ، وسنستثني المعروفة منها والأكثر شهرة كقيس وليلى وعنترة وعبلة. في الرقم 10 كثير عزة. كثير بن عبد الرحمن الأسود الخزاعي هو من أبرز شعراء العرب، عرف بعشقه لعزة بن جميل الكنانية، عرف بسلاطة لسانه منذ صغره وقد نشأ يتيم الأب، قد شهر بهيامه بعزة حتى أنه كني بها فصار يلقب بكثير عزة، وقد عشقها كثيرا عندما أرشدته مرة إلى موضع المياه لسقاية الإبل في إحدى رحلاته بالمراعي وقد كانت صغيرة السن. ومن أشهر أبياته أن المحب إذا أحب حبيبه صدق الصفاء وأنجز الموعود، الله يعلم لو أردت زيادة في حب عزة ما وجدت مزيدة. يعني بداية مبشرة. الله أنت بديت من البداية وهو من الانترو. إذا رقم 10 كثير عزة، شوف الرقم 1 شو حيصير. أخذنا قصص على فكرة عربية وغير عربية. مزيج. إلى الرقم 9 والقصة التالية، نابليون وجوزيفين. كثيرا ما يحكى عن تعقيدات قصة الحب هذه. تطور لقاء القائد العسكري الفرنسي الأبرز في التاريخ مع السيدة روز ليصبح زواجا عام 1796، ليصبح أول إمبراطورة لفرنسا وسماها جوزيفين كما كان يحب مناداتها بدلا من روز. إلا أن انشغال نابليون بحملته العسكرية في أوروبا خلف أثرا كبيرا على علاقته بجوزيفين ما أدى إلى انفصالهما، لكن حبه لها لم يخفت. يوما إذ يقال أنه نادى قبل موته فرنسا الجيش وقائد الجيش وجوزيفين. مجنون لبنى. سمعنا بقيس مجنون ليلى، فمن هو مجنون لبنى؟ هو قيس بن ذريح الليثي الكناني، وقد عشق لبنى يوم أن زار أراضي بني حباب عائلة لبنى، فطلب شربة من الماء فجاءت له بها، أغرم بها من النظرة الأولى وقتها وقد كانت جميلة الخلقة. وقد تزوج قيس من لبنى إلا أنه طلقها إذ لم تنجب له ولدا بسبب ضغط أسرته عليه. إلا أن الحب لم يمت فعادوا سويا، ولم يعش قيس كثيرا عقب وفاة لبنى، وكتب فيها: أتبكي على لبنى وأنت تركتها، وكنت عليها بالملا أنت أقدر، فأن تكن الدنيا بلبنى تقلبت فللدهر والدنيا بطون. أنا أسجل اعتراضي على هذه قصة الحب. شو هالحب هيدا اللي تركها لأنه ضغط العائلة على فكرة بطبيعة الحال الحب القديم كان أكثر مرتبط بالأسرة من اليوم. يعني اليوم نلاحظ أن قصص الحب التي تلقى تعقيدات عائلية لربما يكتب لها النجاح. لا، ولكن أشهر قصص الحب هي بسبب التحدي والمواجهة والتخلي عن كل شيء بما فيها الأسرة للارتباط بالحبيب أو البقاء مع الحبيب، ومنهم روميو أند جولييت. يعني صح. وعلى فكرة مثلا قصة قيس ولبنى العبرة، يعني رغم أنه انفصلوا بسبب ضغط عائلي عاد إلى وكتب لهذه الأبيات، وعندما توفيت لم يعش بعدها كثيرا. يعني هذا اللي كان يحبها. أنا ومحمد عنا صديق مشترك بيناتنا هو مجنون لبنى، فما غير ما نقوله اسمه نفسه. هو صديقنا العزيز يعني، وكان مجنون لبنى بدي حاسبنا بعد الحلقة كبيرة. لنستكمل ونصل إلى رقم 7 وشاه جهان.
وممتاز محل. في عام 1612 تزوجت الشابة الصغيرة أرجوماندا بانو بالشاب شاهجهان ابن 15 حاكم إمبراطورية المغول، وتغير اسمها إلى ممتاز محل، وقد أنجبت منه 14 طفلا، وربطت علاقة حب متينة بين الزوجين. توفيت الزوجة عام 1629، فحزن جهان عليها حزنا شديدا وقرر تخليد ذكراها ببناء تاج محل الذي استغرق بناؤه 20 عاما، وشارك في بنائه أكثر من 20 ألف عامل وألف فيل. يعني هذا حبة عمل مبنى يشيب منه الوليد، يعني عرضه وطول، وبعد اليوم يعتبر مزار تاريخي. وأنا صراحة مازلت مستني، يمكن أنا محمد غملوش بشي عمل أكثر منه. أنا بدي أعمل مبنى استار علي. هلا طبعا تاج محل له قيمة مادية كتير كتير كبيرة، ولكن بمفهوم الحب ايضا انه ترخص القيمه الماديه امام التعبير عن الحب. انا واهداها بعدين إلى... بالنسبه له مش كتار، يعني كانه نحن اخذين بوكيه زهور عن جد امبراطور المغول يعني. الى ابو نواس وجنان. جنان هي عشيقة أبو نواس، وهي تقريبا الوحيدة التي أخلص إليها في حبه. كتب فيها: حامل الهوى تعب يستخفه الطرب، إن بكى يحق له ما ليس به لعب، تضحكين لاهية والمحب ينتحب، تعجبين من سقم صحته العجب. قيل أن جنان لم تهواه كما أحبها، وقد تبعها في رحلات الحج إلى حين سمعته ينشد فيها: جنان إن وجدت يا مناي بما آمل، لم تقتل السماء دما، وأن تمادى ولا تماديت في منعك، أصبحت بقفرة رمما. وعلى فكرة أبو نواس كان معروف بأنه ما عنده عشق ثابت، وكان بحب الحياة ويعشق النساء بشكل عام. ف إجا عن جنان وغرق يعني. هلا اللي بحب حبيبة واحدة وبكون مخلص لها ما بكون بحب الحياة. لا يمكن قصدي أكثر إنه هو كان. لا فهمت عليك. بديش وصمه إنه بحب النساء كتير ومنه نعم. راكز، بس إنه كان معروف عنده صيت إنه ما ممكن يركز. وجنان إجت. أنا صراحة يعني. يعجبني أبو نواس لأنه من الناس اللي يحب الحياة. ما هعلق. إلى منتصف الترتيب فيكتوريا وألبرت. إنها قصة الملكة التي ظلت في حالة حداد على موت زوجها لمدة 40 عاما، ورثت عرش إنجلترا بعد وفاة عمها الملك ويليام الرابع. وفي عام 1840 تزوجت الأمير ألبرت. كانت فيكتوريا تحب زوجها حبا جما، وتعتمد على نصيحته في الكثير من شؤون الحكم. وحين توفي ألبرت عام 1861 أصيبت فيكتوريا بإحباط وحزن عميقين، ولم تظهر على العامة لمدة ثلاث سنوات، ولكنها ظلت على حدادها عليه حتى توفيت عام 1901. في الرقم 4 وقصة جميلة جدا، أبو العتاهية وعتبة. هو إسماعيل بن القاسم الشاعر الذي أحب عتبة ولم تحبه، وكان يقول فيها الشاعر: لكنها لم تقابله بمثل ما يكنه لها من حب وعشق، حيث واجهته بالصد والهجران إلى أن كاد يفقد عقله فسمي بأبو العتاهية. وقد قال في هجرانها: يا إخوتي إن الهوى قاتلي، فبشروا الأكفان عاجلة، ولا تلوموا علي في اتباع الهوى، فأنني في شغل شاغلة. إلى المرتبة الثالثة ومدام ماري وبيير كوري. إنها قصة شراكة في الحب والعلم. فلم تتمكن ماريا كوري من استكمال دراستها في الجامعة في بولندا، لأن الجامعات في بلادها لم تقبل النساء، فتوجهت إلى باريس عام 1891 للدراسة في جامعة السوربون. وهناك التقت بزميلها بيير الذي لم يتردد في خطبتها، وتزوجا عام 1895. وأصبحت قصة الحب التي ربطت بينهما واحدة من أشهر قصص الحب، خاصة في الأوساط العلمية. يعني هذا حب وتكافل وتضامن في العمل وفي الحياة، وكانوا أوفياء لبعض جدا، وأسسوا كما نعلم مدام كوري كان لها تأثير كبير في علم الكيمياء وخاصة في الدراسات الإشعاعية. مش دائما الرومانسية بتكون بالأشعار والأغاني. صح. بالعلم. هذه هي المظاهر. صح. هي تكون بطريقة أخرى. 100% هي حلو تكون بكل الأوجه على فكرة. صح. الرومانسية. كليوباترا ومارك أنطونيو. بدأ الحب بين كليوباترا السابعة آخر حكام بطالمة في مصر، وأنطونيو القائد العسكري الروماني
عام 41 قبل الميلاد. شكلت قصة الحب هذه خلافا ضخما في الإمبراطورية الرومانية، وبعد 13 عاما خاضا معركتهما الأخيرة الحاسمة مع الرومان، معركة أكتيوما البحرية بين جيوش أوكتافيوس وجيوش كليوباترا ومارك أنطونيو لتحرير مصر من سيطرة الإمبراطورية الرومانية. وتلقى أنطونيو خلال المعركة أخبارا كاذبة بوفاة كليوباترا وقد حطمه ذلك، فطعن نفسه بسيفه. وعندما علمت كليوباترا بوفاة أنطونيو صدمت صدمة بالغة وقتلت نفسها بترك ثعبان سام يلدغها. يعني أنا بصراحة بالنسبة لنا قصص الحب اللي توفى بمأساة ما بحب. لهذا عنا جدال كبير أنا وياك في الحب. أنا عشان هيك حطيت لك قصة، يعني مجنون لبنى تزوج آخر شيء ومش الحال. بس أنا يمكن أنا أؤمن بأن الحب قائم على أمرين أساسيين، أما التضحية والمصداقية. يعني هون كان في مصداقية بحبهم لبعض وضحوا، يعني عرف أنه حبيبته ماتت فقال لا حياة بعد الحبيب. يعني وصلنا إلى رقم 1 واليوم أعلن رحيلي. كان أدوارد وينسر الابن البكر لجورج الخامس ملك بريطانيا من 1865 حتى 1936. بعد وفاة جورج ورث أدوارد تاج والده وتربع على عرش إمبراطورية يمتد سحابها من أوروبا حتى الهند. شاء القدر أن يقع أدوارد في غرام السيدة الأمريكية واليس سيمبسون، إلا أن البروتوكول الملكي لم يشرع للملك الزواج من سيدة مطلقة. صار الملك الجديد لبريطانيا محط أنظار الصحافة العالمية وتعرض للانتقاد من أفراد العائلة الملكة، بالإضافة إلى رئيس الحكومة ستانلي بالدوين الذي تعاون مع الكنيسة البريطانية لزيادة الضغط على الملك أدوارد. في 11 من كانون الأول عام 1936 أعلن أدوارد وفي تصريح تاريخي عن تنازله عن تاج بريطانيا وعرشها لشقيقه جورج السادس وهو والد الملكة الحالية إليزابيث. قال أدوارد: اليوم أعتزل الشؤون العامة، اليوم أزيل عن نفسي العبء. يعني هذه أسطورة بالفعل. أن يعني ملاحظين ببريطانيا خاصة قديش في ولي العهد بعدة مرات، يعني منه إلى تشارلز إلى هلأ الأمير هاري، يعني عطول في عندهم قصص حب خارجة عن عن التقاليد. حلو. لربما لأنهم مسجونين في تقاليد معينة وفي طقوس معينة منذ الصغر. بس أنا كان عندي تعليق أخير، أنه بكل هذه القصص وعادة بيكون في الرجل الذي يعشق المرأة ويعبر عن حبه لها، ولكن أذكر يعني هيك قصة مستوحاة من قصة النبي يوسف، ما بعرف إذا تبعته خاصة بالمسلسل اللي ما مش قاري قصة حياته. زليخة كم أحبته وكان أكبر منه، وماذا فعلت لتعبر له عن حبها حتى وصلت إلى أن سجنته لحتى تقدر تتقرب منه. فحلو الحب ولو في شوية تطلبين ولهذا بالنسبة لي أنا يبقى الحب خطير جدا. شكرا لك محمد الغلوش. ان شاء الله توقع فيه وتغرم وانبسط لك. اوكي ان شاء الله انت اصلا اوريدي. شكرا لك على هالفقره. خلينا نمشي الى موجز لاهم الاخبار مع زميله فرح فواز ومع الخبر. شكرا امين ووعد، أهلا بكم من جديد، وهذا موجز لأهم الأخبار. تعقد اليوم في اسطنبول قمة إسلامية طارئة دعت إليها تركيا لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وعشية القمة قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إنه لا يمكن الصمت عن الظلم الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين، متعهدا بأن تصدر القمة رسالة قوية بشأن القدس. عبرت الولايات المتحدة عن شكوكها بشأن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحب كبير للقوات الروسية من سوريا، معتبرة إعلانه تحقيق النصر ضد تنظيم الدولة الإسلامية سابقا لأوانه. قالت الأمم المتحدة إن اللاجئين السوريين قد يسعون مجددا للوصول إلى أوروبا في مجموعات إذا لم تستمر برامج المساعدات في 5 دول مجاورة تستضيف معظم اللاجئين. وأضافت المنظمة أن الدول المضيفة تشير إلى مخاوف بشأن الأمن والأزمات الاقتصادية. قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الولايات المتحدة مستعدة لبدء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة. كلام تيلرسون بدا كتراجع عن مطالب الولايات المتحدة السابقة بأن تقبل بيونغ يانغ بأن يكون نزع سلاحها هو الأساس في أي مفاوضات.
في خطوة قد تكون الأمل الأخير للرد الفعلي على قرار ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، يعقد قادة الدول الإسلامية اليوم اجتماعا طارئا في اسطنبول. تركيا التي دعت إلى القمة تعد برفع سقف الموقف الرسمي لاحتضان ودعم المواقف الشعبية والضغط على الولايات المتحدة. فما الجديد الذي ستحمله القمة الإسلامية اليوم في ظل لا موقف الذي حمله بيان وزراء الخارجية العرب السبت الماضي؟ وهل فعلا تركيا مستعدة لرفع سقف الرد على القرار الأمريكي؟ أسئلة نطرحها على ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي سعيد الحاج. صباح الخير أستاذ سعيد. صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. أستاذ سعيد، اسمح لنا أن نبدأ بالسؤال التقليدي بطبيعة الحال، ما هو حجم الأمال المعلقة اليوم على هذه القمة؟ وللأسف الشديد، إذا كنا نريد أن نكون واقعيين، فإن منظومة العمل العربي الرسمي المشترك ومنظومة العمل الإسلامي الرسمي المشترك لا توحي بسقوف عالية جدا في كثير من الأزمات السابقة. واضح جدا أنه الكثير من المشاكل بما فيها البنية المتراحلة لهذه المؤسسات الرسمية، إضافة للخلافات البينية التي شهدنا الكثير منها مؤخرا، تضعف إمكانية اتخاذ موقف موحد من قضايا معينة، فضلا طبعا عن الخلافات في الرأي والتوجه بين الدول الأعضاء. لكن تحديدا هنا في هذه القضية، قضية تتعلق بالقدس بهويتها تهويدها، حتى بخطط تصفية القضية الفلسطينية، واضح أنه حتى فرديا مواقف الدول المختلفة كانت تنحو بمعظمها إلى أن الإدانة والشجب والتنديد. منظمة التعاون الإسلامي الآن في هذه القمة الطارئة الحقيقة أمام مسؤولية تاريخية، وهذه ليست بلاغة كلامية، هذا حقيقي وواقعي. منظمة التعاون الإسلامية أسست أساسا عام 1969 على هامش إحراق المسجد الأقصى، وبالتالي فقضية القدس هي من صميم عملها وهي من أسباب وجودها، فضلا عن خطورة واستثنائية من الناحية السلبية استثنائية قرار ترامب في هذا الإطار. أنا أعتقد أنه القادة العرب والمسلمين اليوم في هذه القمة أمام مسؤولية اتخاذ قرارات جدية فعلية، بمعنى إرسال رسالة واضحة للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب بأن قضية القدس لا يمكن العبث بها بهذه الطريقة، وأنها ليست فقط هامشا فرعيا في القضية الفلسطينية، وإنما قضية محورية تهم الفلسطينيين والعرب والمسلمين، لا يمكن لهم أن يسقطوا إزاء قرار تاريخي بهذا المعنى السلبي بخصوصها. نعم، شهدنا سقف تركي مرتفع، سقف تركي مرتفع بعض الشيء، فأردوغان اعتبر أو اتهم الولايات المتحدة بتجاهل مطالبات الفلسطينيين بالقدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل وبتدنيس القانون الدولي، وحتى وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو اعتبر أن رد الفعل العربي كان ضعيفا جدا. هل برأيك هذا السقف التركي قد يؤثر أكثر على نتائج هذه القمة؟ وهل تركيا اليوم لا تخشى من علاقتها مع الولايات المتحدة وهي حليف أساسي لها في حلف الشمال الأطلسي؟ شوفوا، بداية القدس الحقيقة عنوان بارز ومختلف في مقاربة تركيا للقضية الفلسطينية، يعني لديها تركيا سقف معين في القضية الفلسطينية، لكن تحديدا موضوع القدس للرمزية الدينية والتاريخية لها وللمسؤولية التاريخية التي يشعرها الأفراد كوريثين للدولة العثمانية، آخر دولة ذات سيادة على القدس قبل الاحتلال، هذا يجعل سقف تركيا مرتفعا جدا في هذه القضية، وهذا أمر كنا نتوقعه، فضلا طبعا عن التعاطف الشعبي الكبير الذي يخترق كل مكونات المشهد السياسي والحزبي والفكري والثقافي التركي. ولكن بطبيعة الحال خلفية التوتر في العلاقات التركية الأمريكية أيضا ربما رفعت هذا السقف التركي أكثر فأكثر. الآن التعويل على موقف تركي فردي الحقيقة يحرك كل القمة قد يكون مبالغا به. واضح أن تركيا تدفع بكل قوتها لأن تكون هذه القمة تخرج عنها مخرجات عملية معينة. رأينا تصريحات أردوغان، رأينا تصريحات وزير الخارجية التي أشرتم لها، لكن حتى نكون واقعيين مرة أخرى، لا يمكن انتظار قرار عالي السقف إلا إن كان أولا سقف المشاركة عالي جدا، وهناك شكوك الحقيقة حول دول مؤثرة في المنظومة العربية والإسلامية يبدو أن سقف تمثيلها متدني نوعا ما في هذه القمة، فضلا عن أن يكون هناك إجماع بين الدول الأعضاء على مواقف مشتركة. فائدة هذه المؤسسات أنها تأتي بقرارات جماعية تكون أعلى سقفا أكثر تأثيرا وربما أقل إحراجا من قرارات فردية مباشرة بين الدول الأعضاء وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث في نهاية المطاف عن القوة عظمى في العالم، كثير من الدول ربما تتحرج أو تخشى من أن تكون لديها إجراءات واضحة أو قرارات واضحة أو مواقف صريحة تجاهها.
الموقف الجماعي بهذا الإطار قد يساعد، لكن أنا أقول مرة أخرى أن لم تكن آراء معظم، على الأقل لا أقول كل، معظم الدول المشاركة في هذه القمة باتجاه اتخاذ قرارات فعلية عملية جادة توصل هذه الرسالة الصريحة، فمن الصعب جدا أن نتحدث عن موقف تركيا يستطيع أن يحرك منظومة عمل إسلامي مشترك فيها 57 أو 58 دولة. ربما لاحقا بعد القمة سوف نجد بعض المواقف التركية المنفردة، لكن مهم جدا أن تكون قرارات ومخرجات هذه القمة هي الإطار أو المظلة التي تجمع مواقف عالية السقف من معظم الدول الأعضاء حتى لا تكون المواقف فردية. تحدثت عن نقطة مهمة جدا وهي حجم أو سقف المشاركة، كيف يمكن أن نقيم سقف المشاركة اليوم وهو متفاوت كما ذكرت، خاصة لدول مثل السعودية مثل مصر مثل الإمارات التي سيكون أو سيقتصر تمثيلها على وزراء الخارجية؟ يعني لم تتضح الصورة بشكل نهائي ربما، لكن هناك إشارة واضحة أن هناك دول مهتمة أن تكون تمثيلها على أعلى مستوى. ربما نتحدث هنا عن تركيا الدولة المضيفة، الكويت، الأردن، السلطة الوطنية الفلسطينية، أعتقد إندونيسيا، أذربيجان وبعض الدول، وهناك دول يبدو أنها تمثيلها أدنى بكثير، أدنى بكثير من مستوى القمة. طبعا قطر أيضا أدنى بكثير من مستوى القمة، والدول التي ذكرتيها الحقيقة أمثلة واضحة. هنا قد يختلط الأمر، هل الأمر له علاقة بفتور العلاقات مع تركيا مثلا، وبالتالي هذه الدول لا تريد أن تشارك على أراضي الدولة التركية بقمة بهذه الاستثنائية وهذه الأهمية، أو لا تريد أن تعطي المشهد والحضور لتركيا في تصدر مشهد القدس والدفاع عن المدينة، أم أن الأمر يتعلق أساسا بالقضية المطروحة للنقاش، بمعنى هل هذه الدول لديها موقف مسبق ربما لا أريد أن أقول متواطئ لكن متقبل نوعا ما أو متسامح مع قرار ترامب بخصوص المدينة المقدسة؟ أنا أعتقد أن الأمر مختلط جدا، وهذه الدول ترسل رسالة سلبية جدا الحقيقة عن مدى اهتمامها بهذه القضية. أنا كنت أذكرت البارحة في عدة لقاءات أنه المؤشر الأول لما يمكن أن يخرج عن هذه القمة هو مستوى التمثيل، حتى لو كان التمثيل عالي المستوى وعلى مستوى الرؤساء والملوك والأمراء ربما لا تخرج قرارات فاعلة جدا، لكن على الأقل بالدرجة الأولى بالمستوى الأول مستوى تمثيل كل دولة هو انعكاس الحقيقة لمدى إيلائها هذه القضية أهمية استثنائية، ومدى رغبتها في أن يكون القرار أو القرارات الخارجة عن القمة جدية وفاعلة موجهة فعلا بشكل مباشر لإدارة ترامب. هذا التمثيل المتدني الحقيقة يسيء لموقف هذه الدول ويعطي إشارات سلبية الآن قبل أن تبدأ القمة بأنه ربما سقف القرارات سيكون منخفضا جدا، أنخفض حتى ربما مما كنا نتوقع دائما من السقف العربي الرسمي والإسلامي المشترك. نعم، يعني ما ممكن أن تحمله هذه القمة من جديد خلافا أو أكثر أهمية لما حمله البيان الختامي لاجتماع مجلس الوزراء الخارجية العرب؟ وهل من الممكن كتحد لقرار ترامب أن يكون الرد أن تعترف هذه 57 دولة بالقدس عاصمة لفلسطين؟ يعني أسوأ ما يمكن أن تخرج عنه هذه القمة هي الاقتصار على الإدانات والشجب اللفظي، لأن هذا ورد الحقيقة على لسان ألسنة مسؤولين في معظم هذه الدول. المطلوب من هذه القمة قرارات جدية، قرارات فاعلة، قرارات مؤثرة في الإدارة الأمريكية. نتحدث أولا عن موقف جماعي مشترك لا تخرج عنه أي دولة أخرى برفض هذا القرار والتأكيد على سلبية واستثنائية تاريخيا في الإضرار بالقضية الفلسطينية وحتى بالاستقرار في مجمل العالم العربي والشرق الأوسط. مطلوب ثانيا أن تكون القمة الإسلامية مظلة رسمية للتحرك الشعبي، بمعنى أن تفعل الشوارع العربية والرسمية التي لم تهدأ منذ قرار ترامب، وبالتالي أن تعطيها بعدا وزخما أكبر واستمرارية أكثر. مطلوب ثالثا إجراءات في العلاقات المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى إجراءات دبلوماسية، استدعاء سفراء، مذكرات احتجاج، حتى لو وصل أمر للتهديد بتجميد العلاقات، وحتى على مستوى العلاقات الاقتصادية دول فاعلة ومؤثرة تستطيع أن تفعل الورقة الاقتصادية كما حصل تاريخيا في الصراع العربي الإسرائيلي، فضلا طبعا عن بعض الدول التي للأسف لها علاقات مباشرة ودبلوماسية مع الكيان الصهيوني، يفترض أن تكون هذه العلاقات محط إعادة نظر أو على الأقل التهديد بإعادة النظر فيها. على المستوى الآخر الذي تفضلت به هذا متاح الحقيقة وممكن، بمعنى مقابلة الإجراء الأمريكي بإجراء عربي إسلامي مقابل له التأكيد على فلسطينية وعربية المدينة والاهتمام برفع السقف الحقيقة المتعلق بالمقاربة السياسية الرسمية عربيا وإسلاميا، لأننا لا نتحدث فقط عن الاعتراف بالمدينة عاصمة لدولة فلسطين ولكن تثبيت الفلسطينيين ودعم صمود المقدسيين تحديدا في مدينة القدس وهم يعانون من التهميش والإقصاء ومحاولات الطرد من المدينة،
والتضييق الاقتصادي والاجتماعي عليهم، مطلوب مظلة رسمية واضحة وفاعلة بخطة عمل ممنهجة لدعم المقدسيين وتثبيتهم في مدينتهم فضلا عن الإجراءات الرسمية الأخرى. وأنا أعتقد أنه اجتماع 57 دولة مسلمة على مستوى العالم هذه قوة لا يستهان بها إذا ما صدقت النوايا الحقيقة فعلا بإخراج قرارات فاعلة في هذا الإطار. نعم، الكاتب والمحلل السياسي سعيد الحاج كنت معنا مباشرة من إسطنبول عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك ولكل هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة، وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم، عودة للزملاء لمتابعة باقي الفقرات. شكرا لك يا فرح، أمل أن مشاهدينا فعودة إلى شاف فؤاد في ولا أشهر. صباح النور مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. هلا بلشت عم حضر ثاني نوع حلوى اللي هو البراوني مع الموس الفراز. البراوني انا اليوم عم بعملها بطريقه ثانيه مختلفه عن الطريقه العاديه. بدايه انا حطيت السكر والبيض، سكر الاسمر والبيض، خفقتهم شوي مع بعضهم، رجعت ضفت عليهم شوي من الكريمه. الهدف هون انه حتخلي السكر يدوب، انا هون بدي السكر يدوب ليطلع معي براونيز مش الرطب، يطلع براونيز هاش مثل الكيك اذا بدكم اكثر. فهيدي الطريقة بتخلي البيض مع الكريمة والسكر يندمجوا مع بعضهم ويخلوا السائل كله يتبخر من الكيك ليطلع البراوني اسفنجي معنا مثل ما لازم. هلا هون عم تركتهم لحتى يدوب 100% السكر، حطيت على جنب هون السكر الابيض عفوا الشوكولا الابيض والشوكولا الاسود لذابوا مضبوط، رح اضيف عليهم قطعة الزبدة لحتى تدوب معهم. كمان بحركهم شوي لحتى ادوبها معهم مزبوط، برجع بضيف عليهم زيت النباتي. كمان بالميل الثاني هون انا محضر، حطيت كمان الكريمه اللي بدي احضر فيها الموس، كمان رح نخفقها. هلا عندي الجلي البودره، رح ضيفهم بهيدي الكاسه. هون الجلي البودره بطعمه الفراز اللي هي حتعطينا نكهه للموس اكثر ويعطينا تماسك للكريمه، رح ضيفها. طبعا هلا المشاهدين المقادير عم تمرق قدامكم على الشاشه لحتى تشوفوا كل التفاصيل تعول الوصفه. ضيف عليهم انا شوي من المي لحتى ذوب فيهم هيدي البودره كلها. طبعا بفضل انه تكون على البارد مش على السخن، لانه على السخن بصير عم حول هيدا الجلي من الجلي البودره اللي بده يشد لي الكريمه لجلو، اذا تحول لجلو ونحط بقلب الكريمه حيصير في عندي قطع من الجلو بقلبه، وهذا الشيء ما حيعطيني تماسك للكريمه مثل ما انا بدي. هون الكريمه صارت جاهزه، رح شيل هيدا على جنب، رح نبلش انهي كمان تحريك الشوكولا، رح اضيف عليهم الزيت لحتى هون احصل على سائل الشوكولا المدوب مزبوط مع الزبده والزيت. هلا بهذا الوقت رح اتركهم على النار، رح بلش اقلب ارجع البيض والسكر مع الكريمه، رح نزل عليهم الطحين وبحركهم مع بعضهم مظبوط. هلا بهذا الوقت اللي عم بشتغل هون انا عندي الفراز الطازج، هذا بده يتقطع لينحط بتزيين على الكيك، وبنفس الوقت في عندي جزء من الفراز موجود بالفريزر بدي اطحنه لحتى احصل على مزيج الفراز السميك يعني المطحون، بضيفه مع الكريمه مع الجلي اللي دوبتهم بيصير عندي الموس الفراز. نضيفهم على وجه البراونيز اللي مثلا نكون خبزناها ومنزينها بقطع الفراز. هذا الشيء بيكون صرت انا حصلت على البراونيز مع موس الفراز. موس الفراز طريقتها كثير سهله منا معقده وسهله. هلا هون مثل ما شايفين كيف صار المزيج، اذا بتلاحظوا عم بيميل على لون البني، والسبب انه نحن استعملنا السكر الاسمر، السكر الاسمر هو اللي حيعطينا هذا اللون. هلا هون طبعا طبيعي جدا ما راح ينخلط كل المكونات مع بعضها، يعني الزيت كله ما راح ينخلط مع الشوكولا لانه كميه الزيت اعلى من الشوكولا، هي بتندمج معها هون باضافتها على الطحين والباقي المزيج. هلا هون بلش قلب تقليب على الخفيف مع اضافه الكاكاو
شكل، الكاكاو بضيفه على كذا مرحلة، وهلا بلش شوي شوي نقلبهم مع بعضهم لحتى يندمج المزيج كله مع بعضه. طبعا بدها تاخذ معنا حوالي 5 دقائق لتنعم، بكون انا سكبتها بالقالب وخبزتها بالفرن. برجع بتصير معي جاهزه بهذا الشكل لحتى نقدمها مع باقي التزيين. رح ارجع لعندكم واكيد بنكمل بعد شوي طريقة. شكرا لك شيف. اما الان مشاهدينا فننتقل الى فاصل ونعود من بعده، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. هي فنانة تشكيلية فلسطينية من عكا، ولدت في دمشق وانتقلت لتلقي علاج طبي في ألمانيا عام 2010. هي أحد مؤسسي جمعية الواحة العربية التي تعني بالثقافة والفنون على شتى أنواعها. نرحب بالفنانة التشكيلية الفلسطينية رزان عفيفي التي تنضم إلينا عبر سكايب من هاليزالي في ألمانيا في فقرة بروفايل. صباح النور رزان. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا في صباح النور. إذا في البداية، كيف جاءت فكرة تأسيس جمعية الواحة العربية؟ يعني أنا أجيت على ألمانيا بسنة 2005، زي ما أنت حكيت يعني كان عندي شلل أطفال وتلقيت علاجي، فهون حطيت أنه العلاج بياكل وقت كتير، ماذا عندنا بالدول العربية؟ فبلشت انه اعبر عن حالي بفني، يعني انا بسوريا درست الفنون الحرفيه، فهون بلشت اعمل معارض للوحات الدمشقيات اللي هي اسمها دمشقيات. فباحدى المعارض وباحدى النشاطات اللي انا كانت بالكنيسه، تابعة للكنيسه فيها، فكان في صدى كبير، يعني لقيت خلال 3 ايام صدى كبير حول هاي اللوحات، يعني واسئله كبيره انه شو هاي اللوحات، انه كان مبين تعبير عن الم وبنفس الوقت عن امل وعن اشتياق لسوريا وعن بعض التفاصيل اللي هي موجوده بالحارات القديمه بسوريا. فبلشت اشرح انه هاي دمشق هي يعني اقدم مدينه على مدى العصور، وهناك هاي البيوت، وانا من دمشق، فلسطينيه من دمشق، وهذا العمل بيعبر عن يعني عن اشتياقي لسوريا. ومن هون بلش في، يعني صرت احس انه في كثير اهتمام من الشعب الاوروبي وخاصه هون في المانيا انه عن الثقافه العربيه، عن الحضاره العربيه. وبعدين بلشت تنشا عندي الفكره انه ليه ما بعمل انا جمعيه. يعني بالبدايه كنت بدي اعمل البيت الثقافي الفلسطيني، لكن بعدين فكرت انه ما بدي احصرها ضمن نطاق الفلسطيني وبس، يعني فكرت اعمل واحة عربية هي هلا بتضم، يعني بتضم تقريبا عرب، بتضم من الجزائر، بتضم من تونس، بتضم من جميع الحضارات العربية اللي انا حابة اتبادلها مع هذا المجتمع الغربي. نعم. فعملنا ايه تماما، هون اجت الفكرة واسستها بسنة 2010. نعم. كما تتحدثين لا شك بأنه الجمعية التي أسستيها يعني تحتضن العديد من الجنسيات العربية، ولا شك أيضا بأنه تواجهون تحديات كفنانين عرب في دول الاغتراب. ما هي أبرز تلك التحديات؟ يعني هلأ الصعوبات اللي إحنا بنشوفها كنشطاء عرب هون في ألمانيا، أنت هون بتشتغلي وبالإضافة لشغلك، يعني أنت عندك شغل 8 ساعات يوميا، وبالإضافة لهذا الشغل أنت بدك تقدمي هاي النشاطات من خلال الجمعية. يعني الصعوبات أول شيء بالنسبة لإلي الوقت، وبالنسبة لكثير من الناس اللي هون. وطبعا كمان ممكن أحكي عن صعوبات أنك تتواصلي مع جمعيات تدعمك حتى ماديا، عرفتي كيف؟ لأنه أي عمل فني فهو بده، زي ما انتم بتعرفوا، بده كتير شغل، مثلا من لباس، من ادوات موسيقيه، من يعني. فهي كانت بعض الصعوبات، لكن هون انه في، يعني في مين عم يدعم هذا الشيء وبده كتير حركه، بس الوقت هو كتير كان اكثر الصعوبات اللي هون عم نواجهها. رزان، البارح كان عندكم عرض مسرحي، لو كان تخبرنا عليه اكثر. العرض المسرحي اللي كان هو احد نشاطات الواحة العربية، يعني من احد هذه النشاطات احنا عم نعمل عرض مسرحي اسمه الخوف يأكل الروح.
عملنا اندماج ما بين الممثلين والمخرجين الألمان واللاجئين الجدد، خلينا نقول اللي اجوا ما بين سنة 2014 و2015 على ألمانيا. فكان العمل عم يحكي عن، يعني هو العمل أصلا مأخوذ من فيلم قديم عمل بالسبعينات بالقرن الماضي. الفيلم عم يحكي عن ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت بتواجه أزمة اقتصادية ألمانيا وشعب ممزق. فهو عم يحكي أصلا عن المجتمع الألماني وعدم تقبله للآخر. فهون فكرة، وكانوا في ناس من المغرب ومن بولندا ومن تركيا وإلى آخره، يعني هذا كانت الجهود اللي هون بسموه الأوسلندر، الجهود الأجنبية يلي تم. فمن بين هدول الشباب بيكون شاب مغربي عم يشتغل في ألمانيا. إعاد إنتاج الفيلم مرة تانية كمسرح بهذا الوقت، وخاصة بعد موجة اللجوء اللي حصلت هلأ، لأنه يعني إحنا عم نواجه تطرف يميني أوروبي وخاصة في ألمانيا. نعم. فهو بالضبط، هو الفكرة أنك أنت عم بتواجه هذا الشعب اللي عم يرفضك، اللي عنده دائما أحكام مسبقة عليك من دون ما يعرفك، من لونك، من شكلك، من هذا. وقصة المسرحية يعني كانت عم تحكي عن قصة حب بيكون هذا الشاب عم يشتغل في ألمانيا، وبيقع في حب أرملة تكبره سنان وبيتزوجوا. فكان الرفض القاطع لهي العلاقة من المجتمع الألماني، وكمان لقى صعوبات حتى من المجتمع المغربي إنه هو كيف بده يتجوز واحدة أكبر منه ب20 سنة، وهذا رح يكون صعوبات. فكان في عدم تقبل من الطرفين وأحكام مسبقة من الطرفين على الأشخاص. نعم. يعني بشكل سريع رزان، ما هي مشاريعك المستقبلية؟ كتار. يعني المشاريع المستقبلية طبعا كتير كبيرة، بس قبل ما أبدأ المشاريع المستقبلية كنت بدي أحكي كتير شيء مهم بالمسرحية. يعني كان لقى، يعني احنا صرنا سنة تقريبا عم نشتغل بمسرحية الخوف يأكل الروح، لقى صدى كبير ولقى تقبل، وعملنا يعني أهداف كبيرة من خلال، كان في انسجام وتناغم ما بين حتى الموسيقى اللي عملناها. كان في شاعرة سورية غادة أبو عمار اسمها كتبت شعر للمسرحية، يعني بيتضمن هاي المسرحية. كان في عنا الملحن مصطفى خليل وأنا غنيت هذا الشيء. يعني كان في تناغم حتى بالموسيقى بالفن بفرقة الرقص الإيمائي، كان في أعطى صدى كبير. وحتى مقدنا كمان سنة لهالعمل. نرجع للأعمال المستقبلية اللي كتيرة. يعني هلأ هي نشاطات الواحة العربية فعلا كتير. بالمستقبل أنا يعني هلا احنا تواصلنا مع السيد باسل خليل، هو موسيقار ملحن سوري، هو كان استاذ بالمركز الثقافي الروسي بسوريا، جيتارست وملحن. فهو هلا مدعو، ونحن ندعي السيد وفاء ليلى كمان من السويد، والشاعر سعد الابطح كمان فلسطيني من برلين، وراح تكون معنا غادة ابو عمار. عم نحضر لأمسية ولا يعني كونسرت. كل التوفيق لك رزان ولكل الفنانين الفلسطينيين والعرب المتواجدين بالمانيا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك، وشكرا للبرنامج، وشكر خاص لطلال. ميرسي. شكرا لك. يعني أمين، الفن الفلسطيني بأبهى صوره ببلاد الاغتراب. سنذهب الآن إلى المغرب وتحديدا لنتحدث عن جمعية ماما عزيزة التي تحاول مساعدة النساء على تحمل الأعباء المالية والواقع الاقتصادي الصعب من خلال الطبخ، فتعمل على تعليم النساء فنون الطبخ وإدخالهن إلى سوق العمل عن طريق ورشات تدريبية تتعرف خلالها النساء على أهم وأبرز مراحل تحضير الأطباق وكيفية طهيها وتقديمها. نتابع معا التقرير من المغرب. جمعية سميتها جمعية ماما عزيزة. كانت في الأول جمعية ابتدت على أن بشكل هاوي فكرة تخلقت
وبداو الاخوات بدينا كنشتغلوا فيها على انها كتكوين كيفاش الطابخ وكيفاش كيخدموا على الطابخ هذا ولكن بشكل هاوي. من بعد واحد المده تبلورت الفكره وفكروا الاخوات على اننا نحاولوا نخدموا بشكل شيء ما احترافي او تقول بشكل قانوني. فكرنا نخلقوا الجمعيه اللي تخلقت فيها الجمعيه اللي سميتها ماما عزيزه. تقريبا الورشات حنا عندنا كينقسموا الى قسمين، كاين ما هو نظري وكاين ما هو تطبيقي. ما هو نظري كنحاولوا نشرحوا للاخوات المستفيدات من التكوين، كيفاش كيتم التكوين، ما هو نظري يعني ما هو في السبوره، كنشرح لهم داك الشيء نظريا. وكندوزوا للمرحله الثانيه اللي هي فيها المرحله التطبيقيه، هذاك الشيء يشوفوا في نظري كيفاش ممكن يطبقوه في الواقع. هذا أسمى من أي شيء، لأننا الأعمال اللي بغينا نقوم بها بغينا نطوره من المستوى ديال النساء المغربيات اللي عرفناه بغينا نوصلوه للناس أخرين باش هما يستافدوا منه ويعطيوا فيه ويكون عندهم واحد المنتوج اللي هو مستقل وذاتي. بالنسبة لنا حنايا قسمنا السنة على ورشات اللي متنوعة، ورشات في الطبخ، ورشات في الحلويات، ورشات الطبخ والحلويات مقسمين بنفسهم لجوج الأجزاء، طبخ تقليدي وطبخ عصري، حلويات تقليدية وحلويات عصرية. الجمعية هذه مدة ديال سنتين ارتحت فيها، لقيت فيها أطور كفو زعما، لقينا فيهم مساعدة، مدوا لنا اليد المساعدة رغم أن جينا معطلين ما جيناش من الاول، ولكن لقينا ايادي ساعدتنا باش شفنا بزاف د الحوايج ما كناش كنعرفوهم في الطبخ، في الحلويات، في التنظيم ديال المطبخ، اشياء ما كناش كنا كنجهلوها من قبل. وعد لازم أنا شخصياً روح أعمل دورة طبخ عن ماما عزيزة بالمغرب. ترجعي نفتح كمان نحن ورشة نسميها ماما راوية. ماما راوية ضروري. لا فعلاً هي هذه التسمية بحد ذاتها بتحسسك أنه هيك بفعل العاطفة مع الأكل والاهتمام الزائد والطبخ بيتي. إلى موضوع آخر، موضوع فني، فقد أنشئ الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين في لبنان في سبعينيات القرن الماضي، وهدف ولازال إلى رفع راية الفن في خدمة القضية الفلسطينية. نستقبل معنا في الاستوديو الفنان التشكيلي محمد الشاعر رئيس الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين في لبنان في فقرة مع الناس. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. هل الفن اليوم ضرورة لحمل أو نصرة قضية ما وخاصة القضية الفلسطينية؟ الآن أصبح يعني ضرورة قصوى، وهو ضرورة باستمرار كان، مش بس بالنسبة للقضية الفلسطينية. الفن هو ضرورة لكافة الشعوب على الأرض. يعني مثالا بيكاسو يعني خلدنا الجارنيكا بالحرب الأهلية، وبالتالي القضية الفلسطينية دائما كانت ضرورة بالفترة السابقة منذ حصول النكبة والنكسة، وكل الفنانين كان في اهتمام جدي بموضوع، مش بس الفنانين الفلسطينيين، الفنانين العرب وفنانين أجانب. يعني لمسناها ممكن نحكي في سياق الحديث بالثمانينات، أجانب من عدة دول يرسمون، بعض الأجانب يرسمون فقط عن فلسطين، واتفقوا مع بعض يعني على سبيل المثال 5 فنانين ألمان لا يرسمون سوى عن فلسطين والقضية الفلسطينية. ما بعرف إذا استمروا الآن، يعني هذا الكلام يعني يصل وقته إلى أكثر من 37 سنة. وفنانين عرب كمان يرسمون على القضية الفلسطينية لدرجة أن لا تعرفين أن هذا الفنان ليس فلسطيني، هو يرسم فقط عن فلسطين. الآن طبعا بسبب الأحداث المتراكمة على القضية الفلسطينية والتي نمر بها أصبحت أكثر من ضرورة،
صدقت لحمل القضية. يعني شاهدنا منذ قليل رزان فنانة فلسطينية من عكا في بلاد الاغتراب. فنه هو سلاحة أيضا لحمل القضية الفلسطينية، ومثل كتار استقبلناهم بصباح النور فنانين فلسطينيين. أنتم كاتحاد كيف تدعمون هؤلاء الأشخاص؟ بسبب يعني على سيرة ألمانيا، نحن عرضنا كاتحاد فنان منذ نشأتنا، ومنذ يعني هو الاتحاد نشئ على مرحلتين، بداية السبعينات ومن ثم 79 أكد على أمانة عامة وكان مقر بيروت مقر الرئيس. أول من أول أوائل معارضنا المهمة كانت في ألمانيا، واستضفنا في ألمانيا وعملنا معارض كثيرة جدا وألقت استحسان. طبعا اللغة التشكيلية اللي موجودين بلبنان كيف يتم دعمهم كاتحاد؟ كان قبل هو اللي بعد 82. ليش قسمنا نحن؟ أنه قبل 82 كان في نشاط كبير، كانت الأمانة العامة للاتحاد موجودة في بيروت وقيادة منظمة التحرير، وكان في دعم غير محدود للنشاطات. وبالتالي بهذه الفترة يعني أنجزنا أكثر من 35 معرض عالمي، يعني ابتداء من البرتغال، أسبانيا بدون تعداد، إلى ألمانيا، فنلندا، كل العالم، حتى اليابان وأمريكا. فأقمنا معارض عديدة كانت هي تمثل الساحة الفلسطينية. يعني نشاط أختنا في ألمانيا الآن هو تكملة لهذه المشاريع، لأنه كان 35 معرض دولي. لا يعني يعني الحضور العربي لم يكن بهذا القوة إلا يعني بهذا الحضور الفلسطيني المميز. وطبعا كان في مشاركة لفنانين عرب وبعض وفنانين أجانب رسموا على القضية وعرضوا هون في بيروت، لأن كان في بيروت عندنا صالة كبيرة للعرض، فكان يأتي فعرض فيها اليابانيين والألمان والروس وفنلندا، يعني عدة دول يأتوا يقيموا عرض خاصة لها علاقة بفلسطين. أستاذ محمد، عم نشوف بعض اللوحات، وإذا بتحب ممكن تعلق عليها بعد قليل، ولكن بدي أسألك، حضرتك تحاكي من خلال هذه اللوحات بشكل خاص المرأة والطفل، لماذا؟ لأن المرأة والطفل يعني هي أكثر مخلوقين أكثر حساسية ورهافة حس في في الوجع. يعني كل الإشكالات التي تقع والمصائب والاحتلالات والهجرة يتأثر فيها الطفل، ونشاهد الفترة الماضية كمان في عالمنا العربي يعني وليس في فلسطين فقط، الطفل والمرأة هم أكثر تعرضا. وبالفن التشكيلي المرأة عدا أنه بالنسبة لنا هي لها معنى أكبر، لها معنى أنه أوقات نصطعد نعتبرها هي فلسطين، هي الأم، هي الأرض، هي الحبيبة، هي كل شيء جميل في عالمنا، وبالتالي هي أكثر تأثرا. وبعد أو مباشرة وتوأم معها هو الطفل. فبالرسم نريد أن نرسم، يعني خاصة أنا أريد أن أرسم الوجع، ولكن ليس بطريقة مؤلمة. يعني ما بحب أن اللوحة هي يعني تحزن المشاهد، بينما يعني يجب أن يكون هناك في جمال داخل هذه اللوحة، جمال حتى في التقنية وليس في العنصر البشري الذي نرسمه اللي هو المرأة والطفل. القدس أنثى يعني جميل، وبعدين هي جميلة في الرسم، يعني الآن تمر معنا القدس في جمال. وبالتالي نعتمد على عناصر بالتأليف وباللون لتصبح هناك عندنا لوحة ذات مضمون جميل فنيا وبالتالي تعبيريا على القضية التي نسعى لتوضيح يعني عدالتها وصدقها للعالم. نعم، يعني اللوحة التي نشاهدها الآن هي أخذت أصداء عالمية مثل ما أخبرتنا، فنتحدث عن هذه اللوحة، فكرتها والأصداء العالمية مثل ما ذكرت كمان. هذه اللوحة رسمتها سنة 79 في السنة العالمية للطفولة، كانت سنة عالمية، أول سنة عالمية يعني أنجزوها في جنيف في مبنى الأمم المتحدة بسويسرا، وطلبوا معرض فلسطيني، فرسمت هذه اللوحة وأخذ ضجة كبيرة. من ثم انتقلت إلى معارض في 35 معرض عالمي شاركت هذه اللوحة. في ألمانيا كان في اهتمام زائد في هذا الموضوع، هو كان في اهتمام في الفن التشكيلي كمان العربي، فجمعوا أكثر من مليون. وبالعالم الثالث يعني كانوا يهتموا في اسمه سوليداريتي، التضامن، أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، فكانوا يهتموا، فاختاروا هذه اللوحة
على مرحلتين من بين مليون سلايد صورة عن لوحات لها علاقة في القضايا الحامية والإنسانية. فهذه اختاروا عن الطفولة بشكل مميز سنة 86 لوحدها تزين الرزنامة العالمية التي تتوزع في كل الكرة الأرضية، ووصلتني أنا في لبنان دون أن يعرفوا أنه أنا موجود في لبنان. يعني فتفاجأت فيها. طبعا وجودكم في لبنان تحديدا، وتقول حضرتك أنه بيروت اختلفت قبل العام 82 وبعده. طبعا طبعا، لأنه تأثرنا مثل ما تأثرنا بالسياسة يعني لحقتكم حسيت النكبة أو الألم أو إلى الألم. طبعا، لأنه في عدد من الفنانين كانت هون تجمع لكثير من الفنانين الفلسطينيين والعرب ومركز الأمان العام للاتحاد، وبالتالي هجرت عدد كبير من الفنانين، ذهبوا إلى أكثر من مكان آخر، ذهبوا إلى سوريا وإلى الكويت وإلى آخره، والأمان العام بطل في إلى وجود مؤثر خصوصا بخروج منظمة التحرير كمان. نعم. من بيروت، وبالتالي الدعم نقص كثيرا وتأثر نشاطنا، فأصبح نشاطنا بالحقيقة هو محلي محلي وعربي من خلال إمكانياتنا نحن الذاتية. بالحديث عن الدعم، من يدعمكم؟ أنجزنا. قبل كان أكثر شيء أبو عمار تحديدا منظمة التحرير، بعدين لا خفت الدعم ما عادش مثل قبل، وبالتالي أصبح معظم النشاط ذاتي، وبالتالي خفت المعارض الدولية والمشاركات العالمية، ولكن العربية واللبنانية لا استمرت تماما. وبالتالي تعرفون أنه بعد 82 حصل في مجزرة صبرا وشتيلة، بعدها كمان لحقت قانا وأكثر منه، وبالتالي كنا يعني مش هادئين، كان في نشاط كثيف جدا على هذه المحاور، وبالتالي أقمنا عدة معارض مهمة بهذا المجال بإمكانياتنا فعلا يعني الذاتية، أو بعض الدول التي تستضيفنا على حسابها يكون الذهاب وإقامة النشاط. نعم. عادة بعض هذه الظروف الخارجية أو يلي تحيط بالفنان يمكن بتأثر عليه لوجستيا ومن ناحية الانتاجية، ولكن بنفس الوقت بتولد عنده هذه الرغبة على التعبير أكثر، يعني بصير الفنان واقع بين العجز عن الانتاج والمخزون الداخلي الكبير يلي بحاجة أنه يفرغه على. طبعا طبعا، يعني طبعا الضعف الإمكانيات ما بيحد من النشاط الفني، لأنه الأحداث كمان هي اللي بتفرض عليك، يعني مجيء مثلا الانتفاضة بالسبب ما بدك تنتظري، يعني غصبا عنك بدك ترسمي، وبالتالي بدك تعبري عن ما يجول بهالساحة الخاصة الفلسطينية. وكان تتذكروا انتفاضة الحجارة، يعني عمل يعني نشاط مفاجئ للعالم وانتفاضة عظيمة جدا وشدت الأنظار، وبالتالي على الفنان أنه يكون هو مثابر، يعني ما بيكون هو خلف الحدث، أوقات بيكون مبادر للحدث. يعني إحنا كفنانين تشكيليين، يعني هاي بتعجبكم، كفنانين تشكيليين بدأنا مثلا بسنة 81 حصل في إشكال اشتباك صغير بين أطفال المخيم بالدهيشة بالأرض المحتلة والإسرائيل والجنود الإسرائيلي، فرشقوهم بالحجارة. نحن بدأنا نرسم من وقتها، عرفنا وكأنه سبقنا ولما اجت ثورة الحجارة ما فاجأتنا، وبالتالي كملنا النشاط. وأقمت أنا يمكن كون مميز من هالناحية أنه أقمت أول معرض لفنان عربي فلسطيني، كل المعرض عن الانتفاضة الحجارة، عرضته طبعا في بيروت في الأول بالنادي خريجي الجامعة الأمريكي، ومن ثم انتقل إلى أكثر من بلد عربي وأجنبي. نعم. القدس كيف تراها وكيف تشتاق لها بريشتك؟ هاي القدس مثلا، هاي رسمة أنا بالانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة، وكأنه الفنان يتطلع إلى الأمام، هو في تشيع شهداء أمام الأقصى، يعني كل يرسم الأقصى ولكن بدون طبعا شهداء بالورود، مغطين بالورود، وبالتالي كأنه عم بنظر إلى الآن أنه لن يعيد الأقصى إلا هو النضال من أجلها، والشهداء اللي بتساقطوا هو كرمة لأعين مدينة السلام. يعني كان بالفن أو حتى بالأعلام كل حدا يجب أن يحمل القضية الفلسطينية بين مجال عمله. طبعا. شكرا جزيلا طبعا. لك الفنان التشكيلي محمد الشاعر ورئيس الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين في لبنان. شكرا. مشاهدينا الآن سنذهب إلى فاصل، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من برنامج صباح النور، ابقوا معنا. Thank you.
عدنا إليك مجددا شيف وإلى المشاهدين. صح. مثل ما شايفين نحن حضرنا هذا القالب، صارت الكيك جاهزة، حطينا بقلوة الكريم الموس المانجا، مزينت بهيدي قطع المانجا، حضرت البراونيز على وجه موس الفراز، كمان مزينت بالفراز الفراش، وطبعا هيك شوي من السيرول الفراز اللي حطيناه على الوجه. وهيدول الاشياء اللي بتبقى معنا من العجين وقتها بنرجع نحطهم بقوالب صغار وبنخبزهم، كمان بيطلعوا معنا بهذا الشكل. اطباق حلوة، اكيد ان شاء الله الزملاء ما يكرهوناش لانه احنا عندنا اطباق حلوة برشا اليوم. مشاهدينا وصلنا الى ختام الفقرات من بيروت، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. إلى زملائنا في لندن طبعا نعدكم غدا بباقة من المواضيع الجديدة، ودائما مع صباح النور. كونوا على الموعد غدا في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة. صباح النور عبد الكريم ونادين. صباح النور. صباح النور وعد راوية وأمين، وفعلا نحن نكرهكم بسبب الحلويات التي أمامكم بالتأكيد يا نادين. أنا والله لا بالعكس بنبسط لهم عبد الكريم. لا أنا حقا بصراحة. مشاهدي التلفزيون العربي أهلا بكم في ساعة جديدة من برنامج صباح النور من لندن. إذن مرحبا بجميع المشاهدين. الكلب أفضل صديق للإنسان، هذا ما يتفق عليه الكثيرون، وأيضا ما تمت الإشارة إليه في دراسة سويدية خلصت إلى أن اقتناء كلب يمكن أن يقلص بنسبة 23% من خطر الوفاة نتيجة أمراض القلب، وبنسبة 20% من خطر الوفاة نتيجة أمراض أخرى. ولا شك أن إيجابيات هذه العلاقة بين الإنسان والكلب أو الحيوان الأليف لا تنحصر في الجانب الجسدي فقط. بالفعل نادين، الفوائد النفسية كذلك، فعلى سبيل المثال يتم الاستعانة بالحيوانات في علاج الأطفال الذين يعانون من التوحد، حيث بإمكان الحيوانات مساعدة أولئك الأطفال على التأقلم مع بيئتهم الاجتماعية. فما سر العلاقة بيننا وبين الحيوان؟ كيف يؤثر وجوده على حياتنا؟ هل فعلا يساعد في التخفيف أو حتى الشفاء من بعض الأمراض النفسية؟ نتابع كل ذلك بعد قليل، كما ستكون لنا وقفة مع أزياء الرجال. حمزة مخلوف يطلعنا على كيفية ارتداء القمصان بطريقة عصرية. كما نتوقف مع فقرتنا الأسبوعية والنصائح العملية في لندن التي نطلعكم فيها اليوم على بعض النصائح التي تفيد الطلاب فيما يتعلق بالسكن الجامعي والمساعدات المالية يا نادين. مشاهدينا ندعوكم لمشاركتنا آراءكم عبر صفحة التلفزيون العربي الترفيهي على فيسبوك، وأيضا على منصات على منصتين على موقع على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام. موضوعنا اليوم وهو كيف نتعامل مع القميص، وهذا معظم المشاكل اللي كيطرحوا فيها مجموعة من الرجال. ونستهل برنامجنا مع الزميلة رانيا دريدي التي تطلعنا على أبرز عناوين الأخبار. صباح النور رانيا. صباح النور نادين وعبد الكريم، وصباح النور لكل المشاهدين، وإليكم أبرز عناوين الأخبار. قمة إسلامية استثنائية في إسطنبول لبحث الرد على قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وزير الخارجية الأمريكي يعلن استعداد واشنطن التفاوض مع بيونغ يانغ من دون شروط مسبقة. السعودية تقرر رفع أسعار الكهرباء والوقود مع تفاقم العجز في الموازنة. المزيد بعد نصف ساعة، والآن عودة إليكما نادين وعبد الكريم. شكرا رانيا، وننتقل الآن إلى أبرز العناوين التي تصدرت الصحف البريطانية مع الزميل إقبال التليلي، ولا أعتقد أن هناك حيوانات في العناوين اليوم. صباح النور نادين وعبد الكريم. صباح النور مشاهدينا. بالفعل عبد الكريم ليس هناك حيوانات، أترك لكم الحيوانات للفقرة الموالية، وبالعكس هناك مواضيع مختلفة تطرقت إليها الصحافة البريطانية التي اهتمت كعادتها بالشأن الداخلي. نبدأ بصحيفة الديلي تيليغراف التي تتوقع ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة بعد إغلاق خط أنابيب نفط الشمال وانفجار أنبوب الغاز في النمسا. وفي عنوان آخر تتحدث الصحيفة عن تقرير يدين مناهج المدارس الدينية التي تتعارض مع المبادئ البريطانية.
ننتقل إلى صحيفة التايمز التي تتحدث في صفحتها الأولى عن فضيحة يمكن أن يكون رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر متورطا فيها عندما كان رئيسا لوزراء لوكسمبورغ. الصحيفة تقول بأن يونكر متهم بالتلاعب بأدلة في قضية تنصت. ننتقل إلى صحيفة الغارديان التي تكشف في صفحتها الأولى كيف تتجسس الشركات الكبرى على الناشطين. الصحيفة تكشف كيف تدفع الشركات الكبرى لأعوان من شركات خاصة لمراقبة الجماعات والجمعيات غير الحكومية. ننتقل إلى صحيفة آي التي تتحدث عن استراتيجية حزب المحافظين الحاكم لاستمارة الناخبين الشباب عبر التركيز على القضايا البيئية. الصحيفة تقول إن المحافظين واعون بأن تراجعهم في الانتخابات الأخيرة ناتج عن معاقبة الناخبين الشباب للحزب لسماحه بصيد الثعالب واختيال حيوان الغرير لاستغلال فروه في صناعة النسيج. الآن ننتقل إلى صحيفة الديلي إكسبرس المقربة من اليمين المتطرف البريطاني. الصحيفة تتحدث عن تزايد شعبية رئيسة الحكومة تريزا مي على حساب غريمها زعيم حزب العمال جيرمي كوربن على خلفية نجاحها في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بحسب الصحيفة. ننتقل إلى الديلي ميرور والسان وننهي بهما حيث اللتين تتحدثين في المنشات عن ولادة رضيعا وقلبها خارج جسمها. الصحيفة تتحدثين عن معجزة إذ أن الرضيعة لا تزال على قيد الحياة بعد 3 أسابيع من ولادتها. عودة إليكما نادين وعبد الكريم. كان هناك حيوانان في العناوين الثعلب والغرير أعتقد، والآن ننتقل إلى نقاشنا حول الآثار الإيجابية لاقتناء حيوان أليف. إذن مشاهدين، أشارت دراسة سويدية إلى أن اقتناء كلب يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على صحة صاحبه، خاصة فيما يتعلق بتقليص نسب الإصابة بأمراض القلب والشرايين وبالتالي تقليص نسب الوفيات الناجمة عنها. تأتي هذه الدراسة لتضاف إلى دراسات سابقة أفادت بأن تربية كلب تساهم في تخطي العزلة الاجتماعية والاكتئاب وفي التمتع بحياة أفضل وأطول. صحيح نادين، فالحيوان يؤمن الرفقة والشعور بالراحة، وأحيانا تصل علاقة الإنسان بالحيوان الأليف إلى درجة من التعلق تشبه العلاقة التي تربط الفرد بعائلته أو أصدقائه، فقد يملأ الحيوان الفراغ العاطفي لدى البعض ويخفف من شعورهم بالتوتر يا نادين. فلنتعرف سويا على بعض فوائد الحيوانات الأليفة لصحة مالكيها. لنتابع. وتنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة ندى العربي وهي أخصائية نفسية. صباح النور دكتورة.
صباح النور. طب احنا طب اليوم حنتكلم عن الحيوانات. بالضبط. وقبل ما ندخل في التفاصيل الأخيرة، انت عندك تجربة شخصية مع كلب يعني، بس طب. في سؤال صعب شوي، الكلب ده كلب أوروبي كده وراقي ولا الكلاب المتشردة اللي عندنا يعني؟ لا والله الكلاب بتكون متشردة عشان هم بيكونوا خايفين أصلا من الناس اللي خايفة منهم، فأنا بعتبر أن الكلاب مش متشردة غير لو هم عندهم حاجة معينة لازم يكونوا متشردين. طيب تحكي لنا تجربتك إزاي مع الكلب، إزاي تعالجت مع الكلب؟ اوكي إيه؟ دلوقتي الكلاب بيستخدموا في المستشفيات وبيستخدموا في العيادات، يكونوا حاجه اسمها ثيرابي دوجز، ان هم يساعدوا الانسان هو يقلل الدبريشن والانكزايتي والحالات النفسيه اللي بيكونوا بيمروا بيها. انا نفسي فقدت حد قريب قوي من حياتي توفى إيه؟ وجبت كلب بيسموه بالانجليزي ايموشنال سبورت دوج، بيساعد على الحاله النفسيه. هو نوع معين من الكلاب؟ لا بيكون اي، هو ممكن يكون كلب حتى، ممكن يكون اي حيوان عامه وبس. والكلب ده ساعدني ان انا اطلع من البيت ومره تانية ابقى عندي احتياج لحد تاني، لحد موجود قدامي، وان انا ادي حياتي الناحيه النفسيه على تخطي هذه المحنه الصعبه. بس ليش الكلب بالتحديد يتم استخدامه في العلاج النفسي؟ يعني دائما نقول الكلب الكلب اكثر من غيره يتم ذكره، لماذا برايك الكلب بالتحديد؟ الكلب بالتحديد عشان الكلب وفي، وكلب الكلب بيحب الشخص اللي هو متعود عليه يعني من غير اي سبب، والكلب بيحسسك ان انت مش لازم تكوني حد معين، مش بيعمل حكمه على الانسان اللي قدامه. بتكوني حتى في ناس بيزعقوا للكلاب وبيعملوهم بقسوه، وفي الاخر الكلب بيحبهم وبيتنطط لما يجوا البيت وكده. فالكلب اقرب يعني بيسموه مانز بس فريند، ان هو الصديق المفضل. بالظبط يعني حتى في حتى الوفاء يعني نادر. طبعا انت كالكلب في وفائه قصيده مدح بها التوكل. بس انت عارفه طبعا احنا كلمه حيوان وكلب بالعربيه مضحكه لانه يعني بالنسبه لنا سبه يعني. في امر اللي هو معروف يعني انه تقليديا في دار العجزه بيحطوا لهم قطط في كل دول العالم يعني في الدول العربيه الى اخره. يعني ما هو الدور اللي تلعبه القطط في دور العجزه يعني؟ هل هي بتساهم في تخفيف من الخرف مثلا او من الامراض اللي بيعاني منها الانسان نتيجه الكبر السن؟ القطط معينين يعني إيه. مش الكلاب. يعني في دور العجزه بيكون فيه قطط، ما شفتش كلب في دار عجزه يعني. هو القطط اهم اسهل عشان القطه مش لازم تطلعها بره البيت زي الكلاب مثلا وتمشي، والعنايه اقل شويه، القطه بتاخد بالها من نفسها. فبس القطه زي الكلب بتطلع في حاجات في الجسم اسمها الاندورفين والسيروتونين والدوبامين. الهرمونات. بالظبط، بتساعد كانها شجره السعاده. والحيوانات بتساعد ان هي تفرز ده في جسم الانسان عامه، بالقطط والكلاب والحسنه كمان والاحصنه. على كل في عالم الطب النفسي نتحدث عن العلاج النفسي بالحيوانات رغم ان ذلك ليس بجديد، ولكن ما هي المشاكل النفسيه او الامراض النفسيه التي يمكن ان تساعد الحيوانات في تخطيها؟ تساعد الانسان في تخطي بعض المشاكل النفسيه، اي نوع من هذه المشاكل؟ في غير اللي هو الدبريشن والانكزايتي اللي هو يعني الاكتئاب والتوتر. بالزبط. الاكتئاب والتوتر بتساعد عشان زي ما انا قلت اللي هو السيروتونين والاوكسيتوسين والحاجات دي، هم دول بيفرزوا، بتساعد على افراز هذا النوع من الهرمونات. بالظبط بالظبط، لما بيكونوا معاك عشان انت بتعتمدي على حد وحد بيعتمد عليكي وبتكوني عندك علاقة مختلفة غير علاقة الإنسان. علاقة الإنسان بتكوني حاسة إن يمكن الإنسان اللي قدامك بيحكم على شخصيتك، أو يمكن ما يكونش مبسوط بك بطريقة معينة، بس الكلب والقطة والحيوانات عامة مش بيفكروا زي ما بحط لك شروط. بس بالزبط. شو بالنسبة لمساعدة الأطفال ربما مشاكل التوحد؟ أنا بشتغل مع أطفال عندهم توحد بنسبة كبيرة، والأطفال عندهم توحد كتير منهم مش بيتكلموا، فعندهم مشاكل في التخاطب، بس مش عندهم مشاكل في التواصل، بس إحنا بنكون حاسين يمكن عشان إحنا متعودين على التخاطب. فالحيوانات مش بيتخاطبوا برضه، مش بيتكلموا، فالشخص اللي عنده توحد بيكون أسهل له بكتير إن هو يتعامل مع حيوان مش مستني إن هو يتكلم معاه، مش مستني إن هو يبقى يتعامل بطريقة معينة. فده بتساعد العلاقة ساعدتك. في حادثة معروفة جدا في بريطانيا، طفلة كانت تعاني من التوحد ونطقت، تم معالجتها بقطة يعني، أصبحت تتحدث مع القطة. الأمر الآخر هو المتعلق بالعلاج بالحيوانات اللي هو العلاج عبر رعاية الحيوان. يعني مثلا الكلب عادة بيرعى الإنسان
بس زي ما تفضلت نادين وتفضلت أنت اللي هو العلاج عبر مثلا رعاية الخيل. مجرد أنه شخص اللي عنده الـ أنجر كنترول مانجمنت اللي عنده صعوبة في صعوبة في السيطرة على في الغضب عادة بينصحوه برعاية الخيل ويرعى الخيل فيصبح أكثر هدوءا يعني. حتى عبد الكريم الأطفال الذين يعانون من الخوف يعني كمان بينصحون بالخيل هو كيف هذا بيتم؟ ده بيتم هو انا بنصح عامه في ان الانسان وهو صغير الطفل يكون متربي حوالين حيوانات. ده بيساعد ان انت تكون والله بيساعد ان انت تكون المشكله لما تقول في العالم انا متربي حوالين حيوانات يعني انا عارفه بس ان هم يتعودوا من 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 على صغر يعني ان هم يقدروا يحسوا بالظبط اللي انت بتقوله ده بس وبعد كده الحسنة كنت بتقول على الحسنة معلش قولها تاني يعني عادة الشخص اللي عنده مشكلة في الغضب في السيطرة على الغضب بينصحوه انه مثلا يرعى خيل يعني يروح يغسل خيل يراعيه يهتم فيه ياخده ويجيبه الاخر يهدى هو لدرجة ان انت تلمس الحيوان دي بتكون دي في ثيرابي معين اسمه سنسوري انتجريشن بيسموه هنا بريطانيا ان انت بتكون الملمس احساس الملمس بيساعد على ان انت تاني يفرز الاكسيتوسين والحاجات دي ان هم بيساعدوك ان انت تبقى مبسوط هي مدروسة وبيعملوها دلوقتي احنا بنعملها في مصر انا بسافر مصر بشتغل في بريطانيا وبشتغل في مصر بروح وبشتغل مع مستشفى نفسية عندهم حيوانات وعندهم حسنة ونشتغل مع المرضى اللي في المستشفى ان هم يعملوا جلسات مع الحيوانات والحيوان بيكون كبير قدامك بالذات الحصان كبير قدامك فكأنها بتعالج ممكن يكون مشكلة نفسية عندك كبيرة قدامك كحصان قدرتك انك تتحكم في هذا الكائن بالزبط. الضخم بتعطيك ثقه بالنفس بالضبط فهي ثقه بالنفس في امر غريب يعني في الثقافه العربيه يعني انه في علاقه بين طبيعه البشر ونوعيه الحيوانات اللي ربوها فيعتقد انه الناس اللي بتربي الغنم عاده بتكون اكثر الفه وود اللي بيربي الابل الضخمه الشرسه الى اخره بيكون اكثر شراسه وقسوه هل فعلا طباع الحيوان ممكن تنعكس على الانسان انا بحس ان هي العكس ان طباع الانسان بتنعكس على الحيوان يعني ساعات لما تتمشى في الشارع قبل ما بيقولوا لك قبل ما تسلم قبل ما تيجي تلمس كلب مثلا بتبص على الانسان على اللي على صاحبه لو شكله يعني انت مستريح لشكله تروح تلمس الكلب او تساله بس لو غير كده بيكون الكلب واخد من طبع الانسان طب العلاج النفسي بالحيوانات يعني الجميع يمكن ان يستفيد منه بس هل هناك انه اشخاص يستفيدون اكثر تقبل لهذا النوع من العلاجات اكثر من غيره وهل هذا العلاج يمكن ان العلاج النفسي بالحيوانات هل يمكن ان يعتمد كعلاج وحيد ام هو مكمل للعلاج النفسي انا بشوف ان هو ممكن اصل انت لما بتاخدي الشخص وتشوفي هتعالجيه ازاي فصعب ان انت تفرضي ان علاج ده العلاج مثلا بتاع الحيوانات هيكون هو العلاج الوحيد لشويه اشخاص ممكن العلاج ده يكون بيساعد او بيكمل العلاج في بريطانيا عندنا هنا كلاب دلوقتي بيروحوا المدارس وبيروحوا بيعملوا زي قعده جروب صغير للاطفال اللي عندهم مشاكل في القراءه وبيقروا للكلب ولما بيقروا للكلب بيكونوا مش مستنين حد يصلح لهم المعلومه فيزيد ثقه بالنفس ويساعده على القراءه يعني بالظبط وفي امريكا عندهم حاجه اسمها ايموشنال سبورت دوغ اللي انا اتكلمت عليه في الاول زي ما يكون كلب او قطه وحتى مسموح بيهم يسافروا بيه في الطياره من غير ما يدفعوا تذكره حتى عشان ده معتمد كانه علاج فهو بيكون علاج بس مش طول الوقت بيكون هو العلاج الوحيد بس الوحيد. انا بحس لنفسي وبحس ان انا ممكن اقدر اقول انه هو علاج كبير جدا طب هل في اشخاص بتاثروا اكثر من غيرهم بهذا النوع من العلاج يعني مثلا صغار بالعمر او عجزه او هو لما ان انت تكوني بس حوالين حيوان كلب قطه او كده بتتعلمي ان انت تكوني تقدري تاخدي بالك من اخرين وبتاخدي بتتعلمي بالمسؤوليه فده بيساعد ان هو يشكل الطفل نفسه لما يكبر يكون عنده اصلا الحاجات دي اوريدي معاه حتى يتحمل مسؤوليه يعني بالظبط بس انا بشوف ان الحيوان في اي سن بيساعد الانسان مش لازم هو صغير مش لازم الحيوان يكون صغير ولا الانسان يكون صغير ولا الطفل ولا الحيوان ليس هناك قواعد عامة في جميع الأحوال شكرا جزيلا لك يا الأخصائية النفسية ندى العربي شكرا جزيلا والآن ننتقل إلى فقرتنا الأسبوعية مع موضة الرجال
إذا نادين إلى عالم الموضة الخاص بالرجال. نخصص هذه الوقفة ككل أربعاء لإطلاعكم على جديد صيحات الأزياء والتصاميم والنصائح المرفقة بها لإطلالة لا تقاوم. القميص عبد الكريم من الملابس الأساسية التي لا يمكن للرجال الاستغناء عنها. الألوان والقصات لا تنتهي، لكن ما هي القمصان التي قد تناسبك أكثر من غيرها وكيف يمكن ارتداؤها بشكل عصري؟ نتابع فيما يلي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، معكم حمزة مخلوف دائما في موضوع الفاشن. موضوعنا اليوم وهو كيف نتعامل مع القميص، وهذا معظم المشاكل اللي كيطيحوا فيها مجموعة من الرجال. فالأمر بسيط، إذا رديتوا البالكم على هذه النقاط حنتفادوا مجموعة من الأخطاء. قبل ما نحكيكم على الأخطاء اللي يمكن نتفاداهم، بغيت نحكيكم على أول شغلة مهمة، وهو أنك تلبس قميص على مقاسك. أعمل تجربة سهلة، وهي لما تلبس القميص اجلس على كرسي وشوف إذا كنت مرتاح، يعني نفسيا مرتاح ومن كتفيك مرتاح، وإذا جلست وزرار نفتحه شوية عرف أنه لازم تزيد رقم باش يكون على مقاسك. وكيف ما بنشوف مجموعة من الناس لما بيلبسوا قميص أبيض بنشوف أنه لابس تيشيرت ولا فانيلا تحت القميص الأبيض وبتبان، بالرغم أنه لابس تيشيرت أبيض من نفس اللون القميص، فهذا غلط. فلهذا بتفادي هذا الغلط حاول أنك تلبس تيشيرت رمادي، فهذا ما يبين عليك، جربها وراح تشوف. كمان هناك نقطة أخرى، مجموعة من الناس وأنا واحد منهم، لما بلبس القميص بحتار إذا حلبسه داخل البنطلون ولا خارج البنطلون. فالأمر سهل جدا، لما تشتري القميص معمول قميص طويل، يعني مبين الديزاين تبعه طويل، فهذا نوع القميص اللي لازم يدخل تحت البنطلون. ومجموعة من القمصان اللي أنا لابسه بيكون قصير، فهذا بيّن على أنه بيكون مريح وخارج من البنطلون. أمر سهل جدا. نرجع للنقطة الأولى، إذا كان القميص بيدخل على البنطلون كمان بشوف أنه عندي مشكل، بيكون فضفاض وخارج من الجوانب، ولما بجلس من السيارة بتخرج. في تفادي هذا الأمر أمر سهل جدا، حاول أنك من الجوانب تبع القميص، هو معمول عشان تعمل له كده، هذا الطرف الأخير اللي كيف ما تشوفه في الصورة بتحاول أنك تميله شوية بهالطريقة وتدخله في البنطلون بهالطريقة، حترتاح من هذا المشكل اللي معظم الرجال بيعيشوه. وبالنسبة للنقطة الثالثة فهو موضوع الكمام. فمعظم الناس بتحب لما تكون مرتاحة تحب أنها تطوي كمامها، وأنا بعملها بطريقة مرات كتير. فإذا حابب تطويها افتح الزرار الكم تبعك وحاول أنك تطوي الجوانب الكم تبعك بهالطريقة. بعدين لما بتحصل على هذه المساحة كلها حاول أنك تطويها كمان بنفس الطريقة، وزي ما بتحب على حسب عرض يعني إيديك. وكاينة طريقة أخرى وهي معروفة بالطريقة الإيطالية، فهي سهلة جدا. حاول أنك تفتح الزرار ولما تيجي تطويها خلي مسافة طويلة، وفي الأخير أطويها بطريقة سهلة جدا. وكذلك هذه الطريقة بتساعدك لما يكون القمصان اللي فيهم لون ولا ماركة وبدك تبينها، فهذا بيساعدك بتبين الماركة واللون في الأخير. وهذه الطريقة كان معروف بها جون كينيدي رئيس الأمريكي الراحل. فالنقطة الرابعة هنحكي على مستوى الكول أو القبة. فمجموعة من الناس من كثرة الغسيل بيتشوه منظر هذه القبة، فالحل تبعها بيكون نوع من البلاستيك في مجموعة من القمصان، مجموعة ما بيكون فيها، بس مجموعة القمصان اللي بتكون فيها حاول أنك ما تستغنى عليها، لأن بشوف مجموعة من الناس بيرموها، فهذا غلط. وفي هناك نقطة أخرى، إذا كان عندك قميص استعملته لمدة زمنية طويلة والقبة أو الكول تبعه يعني تشوه منظرها، حاول أنك لا تستغنى على هذا القميص وقطع القبة بالمقص على هذه الطريقة. حاول تمسك القميص وحاول تقطع القبة كلها واستغنى عليها، وكيف ما كتشوف في الصورة أن منظرها بيطلع أنيق ونوع من الموضة حاليا. هكا فقرتنا اليوم انتهت، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، ونشوفكم في حلقة جاية في مواضيع مختلفة على مستوى الفاشن. كان معكم حمزة مخلوف وإلى اللقاء. كالعادة حمزة جميل ورائع. شكرا له. مشاهدينا برنامج صباح نور متواصل معكم وفيه بعد الفاصل
أبرز النصائح للطلاب حول الإجراءات والشروط للحصول على المساعدات المالية وتأمين السكن خلال السنة الدراسية. ألاف السويديين يرقدون في شوارع ستوكهولم مرتدين زي بابا نويل بهدف خيري. نرحب بالمشاهدين من جديد ونتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار لمتابعة أبرز الأنباء حول العالم مع رانيا تريدي. أهلا بكم من جديد. تنعقد في مدينة إسطنبول اليوم قمة إسلامية طارئة لبحث الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. القمة التي تعقد بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني وغياب عديد من القادة العرب تعقد وسط حالة من الغضب الشعبي وتظاهرات خرجت تندد بقرار ترامب في العديد من العواصم الإسلامية والعربية والعالمية. وينضم إلينا عدنان الظاهر مراسلنا في إسطنبول. عدنان، الرئيس التركي يعد بمنعطف في التحرك خلال هذه القمة، ما المنتظر؟ رانيا، بالفعل أعمال هذه القمة الاستثنائية بدأت قبل قليل على مستوى القادة. هناك ممثلين عن 48 دولة هم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حضروا هذه القمة الاستثنائية، بينهم فقط 16 زعيما. ربما تمثيل بعض الدول العربية والإسلامية لم يكن على مستوى هذا الحدث. أبرز الحاضرين في هذه القمة هم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وأيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس اللبناني ميشيل عون. بينما كان التمثيل السعودي ضعيفا، وربما ضعيفا جدا، حيث يمثل المملكة في هذه القمة وزير الدولة للشؤون الخارجية يوسف المدني، بينما يمثل مصر وزير الخارجية سامح شكري، ويمثل الإمارات في هذه القمة الاستثنائية وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش. كان هناك انتقادات من الجانب التركي يوم أمس على لسان وزير الخارجية مولود شاوشغلو لردة الفعل العربية إزاء هذا الحدث بأنها كانت ضعيفة، لكن الرئيس التركي ربما كما ذكرت رانيا وعد أن يكون هناك قرارات هامة قد تخرج من هذه القمة الاستثنائية، لكن ربما التوقعات أو سقف التوقعات لن تكون عالية جدا، لا سيما أن مواقف الدول الإسلامية ربما ليست بالمستوى الواحد إزاء هذه القضية، لا سيما أن هذا الشيء بدأ ظاهرا من خلال مستوى التمثيل الضعيف لبعض الدول الإسلامية. بكل أحوال اليوم صباحا بدأت هذه القمة باجتماع لوزراء الخارجية بكلمة مولود شاوشغلو قال فيها أن هذا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل القدس عاصمة لإسرائيل يضرب بعرض الحائط جميع قرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة. كان هناك أيضا كلمة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي قال فيها أن قرار ترامب بتحويل القدس عاصمة لإسرائيل هي انتهاك لحقوق وسيادة الشعب الفلسطيني. بكل الأحوال بعد قليل سيكون هناك الكلمة الافتتاحية في هذه القمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعا لهذه القمة الاستثنائية. سيكون هناك أيضا كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وبحدود الساعة 4 عصرا بتوقيت إسطنبول سيكون هناك مؤتمر صحفي للخروج ببيان حول ما توصلت إليه هذه القمة. بكل الأحوال نحن الآن في المركز الصحفي بانتظار أن يبدأ الرئيس أردوغان بكلمته الافتتاحية في هذه القمة الاستثنائية. شكرا لك عدنان، كان معنا من إسطنبول. في غزة جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مواقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في خان يونس، وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت في وقت سابق استشهاد عنصرين من قواتها.
عبرت الولايات المتحدة عن تشككها في إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحب كبير للقوات الروسية من سوريا، وقال المسؤولون الأمريكيون إن قوات النظام أضعف من أن تستطيع حفظ الأمن في البلاد، وأضاف المسؤولون أن المتشددين لديهم فرصة كبيرة في إعادة تنظيم صفوفهم، خاصة إذا ظلت المظالم السياسية التي تسببت في اندلاع الصراع دون حل. علقت روسيا بصورة مؤقتة تواجدها الدبلوماسي في اليمن، وغادر دبلوماسيوها البلد مع تفاقم النزاع بين الحكومة والحوثيين وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية أمس. وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الوزارة إن السفير الروسي لدى اليمن وبعض الدبلوماسيين سيعملون من الرياض بصورة مؤقتة. أصيب عنصران من الحرس الوطني بجروح بحجارة محتجين كانوا يشاركون في تظاهرة شعبية في مدينة سجنان بالشمال التونسي، وتظاهر نحو 7000 شخص في وسط مدينة سجنان للمطالبة بالتنمية والعمل والاحتجاج. وفرقت قوات الأمن المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع وأوقفت 5 منهم. وتتواصل الاحتجاجات في سجنان إثر امرأة بعد إضرامها النار في جسدها احتجاجا على إلغاء مساعدات اجتماعية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية بشأن نزع أسلحتها النووية من دون شروط مسبقة. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعهد بجعل بلاده أقوى قوة نووية في العالم وتحقيق النصر في المواجهة ضد الولايات المتحدة بترساناته النووية التي تتطور بشكل متسرع. أعلنت مصادر أمنية أمريكية شن طائراتها غارات جوية استهدفت عربة مفخخة خارج مقديشو بعد أن اعتبرتها تهديدا للعاصمة الصومالية على حد تعبير المسؤولين الأمريكيين. القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أوضحت في بيان أن الغارة تمت بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية في الصومال بعد رصد عربة محملة بمتفجرات محلية صنع تابعة لحركة الشباب على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي مقديشو. اتفق المشاركون في قمة المناخ التي اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس على 12 إجراء غير ملزم وسط تحذيرات متعلقة بخطورة التغيير المناخي الذي يشهده العالم. ومن بين الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في القمة التي حضرها مسؤولون سياسيون من عدة دول تخصيص 300 مليون دولار لمحاربة التصحر وتقليل الاعتماد على الكربون في اقتصاديات العالم. حقق الديمقراطي دوغ جونز فوزا مفاجئا على منافسه الجمهوري روي مور في انتخابات ولاية ألاباما لمجلس الشيوخ، ويشكل هذا الانتصار الديمقراطي ضربة قاسية للرئيس الذي أعطى كامل دعمه للجمهوري مورو بعد تردد في البداية بالرغم من الفضائح الجنسية التي لحقتها. وتؤدي هزيمة روي رئيس المحكمة العليا السابق في ألاباما إلى تقليص غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو إلى 51 مقعدا. قررت المملكة العربية السعودية زيادة أسعار الوقود ودفع تعويضات للأسر السعودية مقابل هذه الزيادة. ووافق مجلس الوزراء في جلسة رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز على الخطة في إطار تدابير لمواجهة انخفاض أسعار النفط. ووافقت الحكومة أيضا على دفع مبالغ نقدية ل13 مليون نسمة كتعويض لمواجهة زيادة الأسعار. وسجلت المملكة عجزا كبيرا في السنوات المالية الثلاث الماضية بلغ إجمالها أكثر من 200 مليار دولار وسحبت 250 مليار دولار من احتياطها النقدية. عاد تشيلسي صاحب المركز الثالث إلى طريق الانتصارات بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على مضيفه هادرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم أمس. وأصبح رصيد تشيلسي 35 نقطة ويتساوى مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، لكنه يتأخر بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.
بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز. عودة الآن إليكما نادين وعبد الكريم. شكرا لك رانيا، والآن إلى فقرة النصائح العملية في لندن. عبد الكريم، كما تعلم يعني لطالما كانت بريطانيا وجهة للطلاب العرب والأجانب يأتون إليها لبدء دراساتهم أو لإكمالها والتخصص في مجالات معينة، فالجامعات البريطانية تحظى بتصنيف متقدم على لائحة أفضل الجامعات العالمية. بالتأكيد نادين، والقدوم إلى بريطانيا ليس بالأمر السهل أو التلقائي، فهناك إجراءات يجب القيام بها قبل الوصول إلى أراضي المملكة المتحدة، وقوانين تحدد وضع الطالب خلال فترة وجوده في هذه البلاد. للإضاءة على بعض الجوانب الخاصة بهذا الموضوع تسرنا استضافة دينا موسى، وهي حائزة على ماجستير في السياسات الاجتماعية والتنمية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. أهلا بك وصباح النور. أهلا وسهلا، صباح النور. يعني في البداية بعد تسجيل الطالب في الجامعة ووصوله إلى بريطانيا، هل من إجراءات إدارية تترتب عليه خلال العام الدراسي؟ مظبوط، بيبقى في إجراءات الواحد بيعملها أول ما بيوصل، منها أنه مثلا بيعمل حاجة اسمها البوليس ريجستريشن، فدي حاجة بتبقى بتسجل في دوائر الشرطة يعني. مظبوط، هنا في لندن ده إجراء أمني بيتعمل في خلال أول 30 يوم من وصوله لبريطانيا، بيروح بياخد معاد وبيسجل بياناته، باسبوره، رقم البي آر بي بتاعه، طبعا بيستلم الإقامة بتاعته الأول، وعلى أساسها هو بيعمل الإجراءات دي. ده بيبقى أول الإجراءات اللي بتتعمل، وأحيانا بياخد من شهرين لثلاثة حسب الضغط اللي موجود ساعتها. بس الإجراء ده برضو من الحاجات اللي الجامعات بتساعد فيها، فأحيانا كتير الجامعة نفسها بيبقى جوه في شؤون الطلبة في المكتب المختص بيساعدوا على تسهيل الإجراءات دي. وغير التسجل لدى دوائر الرسم، ثاني حاجة بتبقى طبعا السكن. لا طبعا يعني، بس قصدي إجراء إداري بيبقى التسجيل في الجامعة أول حاجة، وبعد كده بتاخدي بتستلمي البي آر بي بتاعك اللي هو الإقامة، الكارت الأيدنتيتي، بيس أوف أيدنتيتي بتاعتك هنا في إنجلترا، وبعد كده بتسجلي يعني. الهوية بالظبط، الهوية أو الفيزا يعني، أو الفيزا من الفيزا يعني. أنا الفيزا خدتها من مصر، الفيزا بتاخديها من قبل السفر، بتبقى على الباسبور، وبيبقوا مدينك على الباسبور دي بتبقى مدته قصيرة، وبالباسبور بتستلمي الهوية اللي بتقعدي بيها فترة الدراسة بتاعتك هنا. أول ما بتستلمي الهوية بتقومي مسجلة في دوائر الشرطة زي ما قلنا، وبعد كده بيبقى خلاص. اللي تسجيل في دوائر الشرطة بس حتى نوضح للمشاهدين، هو إثبات عنوانك ووجودك بالزبط داخل بريطانيا بالزبط، يعني ليس بمعنى آخر. لا لا، مش حاجة أبدا صعبة. طيب ماذا بالنسبة لسكن الطلاب؟ من يوفر السكن؟ هل هي جامعة؟ هل هناك مراكز أخرى؟ اشرحي لنا ما الذي يحدث. في كذا اختيار عند الطالب. الجامعة عادة بيبقى عندها السكن الخاص بها، بس عادة بيبقى السكن ده مش كافي لكل عدد الطلاب، بيبقى العدد بتاعه محدود، وبالتالي هم بيبقى في إجراءات معينة الطالب بياخدها مع الجامعة بتاعته، بيبقى في مكتب مختص جوه الجامعة للشؤون السكنية، وعلى أساس البادجت بتاعته، الميزانية اللي عنده، الحاجات اللي هو حاببها، حابب مثلا استوديو كامل بتاعه، أوضة فين، الموقع، كل الحاجات دي بيقدم. ولو لسه في أماكن الجامعة بتديله أوفر. الميزة في الموضوع ده obviously إنه بيبقى أرخص نسبياً، بيبقى من خلال الجامعة أرخص يعني، عشان شامل كل حاجة، فبيبقى أسهل كمان. في option إنه الطالب يروح ياخد حاجة خاصة، يجي على إنجلترا بيبقى بيقعد في حاجة مؤقتة لمدة قصيرة، وبعد كده بيدور على أن يستقر يعني في مكان معين. طب بالنسبة للمنحة، ما هي شروط الحصول على المنحة؟ يعني نعلم أنه في مرات الجامعات في البلد الأم توفر منح، تمام، لكن هل هناك منح توفر يتم توفيرها داخل بريطانيا؟ يس، أنا من قبل يعني من؟ حسب الجامعات نفسها، معظم الجامعات الكبيرة عندها منح، والمنح دي بتبقى مختلفة، برامج مختلفة، بمتطلبات مختلفة، حسب الجنسيات، حسب التخصصات العلمية، حسب الخبرات اللي هم بيبقوا عايزينها. فبيبقى حسب في شوية ريسيرش لازم يتعمل قبل ما حد يقدم على منحة.
الحكومة البريطانية عندها كذا منحة برضو بتقدمها، أنا واخدة منهم واحدة. المنحة بتاعتي من الحكومة البريطانية مش من الحكومة المصرية. في منح زي ما قلنا من الجامعات، في منح بتقدمها منظمات مجتمع مدني مختلفة سواء في بريطانيا في أمريكا في دول مختلفة في أوروبا وفي العالم كله. فحسب في كل واحدة منهم بيبقى ليها يعني في عدة جهات ممكن أن بالضبط تعطي منحة، وعادة هذه المنحة هل تغطي جميع النفقات؟ برضو دي حاجة بتبقى حسب نسبية أيضا نسبية. الجامعات بالذات أوقات بيقولك أنه لا أنا هغطي مصاري، هدي لك المنحة أن أنا ما تدفعش مثلا المصاريف بس أنت بتتكفل بمصاريف المعيشة. في منح تانية بتبقى شاملة، أنا المنحة بتاعتي كانت شاملة المصاريف الدراسية ومصاريف المعيشة، فأنا باخد زي مرتب شهري هو ده اللي بغطي بيه مصاريفي من سكن ومواصلات معيشة والحاجات المختلفة. طيب هل هناك شروط معينة فرضت عليك للحصول على هذه المنحة؟ يعني بمعنى العمل في مجال معين بعد التخصص أو بعد لا خالص، هو الشرط الوحيد طبعا أنا أرجع مصر، لأن هو الفكرة كلها أن هم بينقلوا لك تشرط أنه بيدولك الفرصة أنك تيجي تتعلمي في واحدة من أحسن الجامعات هنا علشان تنزلي ترجعي تدي الخبرات دي تاني للبلد الأم. لا هو في جزئية يعني نوع بالنسبة للمنح التي تقدم للأشياء التي تفيد في تطوير المجتمع المدني في بلدك تمام. ينطبق عليها حالتك اللي هي أنك لابد أنك أنت تثبت عندما تقدم المنحة لماذا سوف تدرسي هذه المادة وكيف سوف تسهمي في تعميق المجتمع المدني في بلدك. هذه نوعية من المنح التهديئية، منح مسيسة إلى حد ما. نوعية المنح الأخرى التي تعطى في بريطانيا هي بالنسبة للمتفوقين. تمام. إذا أنت متفوق في بلدك هم يوفروا لك يوفروا لك منحة بالضبط من الجامعة من الجامعة نفسها وحسب درجة وحسب وفي ذلك بتفرق الدرجات على حسب هم قد ايه عايزين الطالب ده. يعني في طلاب معينه بيبقوا متفوقين او بيبقوا موهوبين بشكل معين بحيث ان الجامعه بتبقى حقيقي عايزه تخليهم يبقوا من الالومنايز بتوعهم، وبالتالي بتديهم منحات شامله بتشمل المصاريف السكن. انا معايا واحد زميلي باخد من الجامعه بتاعتي منحه شامله زي بتاعتي بالظبط مغطيه مصاريف الجامعه ومصاريف المعيشه كمان. هو هناك في حالات كمان اعجب من ذلك، لانه كنت عددت يعني في فيلم عن هذا الموضوع، في طلاب يأتوا من دول ثرية أصلا، دول عربية ثرية تمام. من شدة تفوقه الجامعة تستثمر فيه هي تمام. أيضا بل ذكر أنهم أنشأوا قسم خاص بسبب هذا الطالب واشتروا معدات، فحسب درجة تفوقك مزبوط. بتكون الـ 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 في نوع آخر من المنح هنا في بريطانيا اللي هو بتعطيه من داخل بريطانيا اللي بتعطيه المنظمات الإثنية، يعني اللي قد تكون مدعومة بريطانيا أو مدعومة المتحدة والآخرين. مثلا يكون في منظمة تدعم التعليم في أفريقيا أو إلى آخره. هل تحدثين عن نوعية المنح اللي بتعطيها هذه المنظمات؟ الحقيقة ما عنديش قوي عنها فكرة عشان أتكلم عليها، بس هو زي ما قلت لحضرتك هو بيبقى فيه أنواع مختلفة جدا من المنح، بتبقى حسب اهتمام الطالب وحسب يعني على الطالب أيضا أن يبذل مجهود وأن يبحث عن المحنة المنحة المناسبة لوضعه مظبوط. شكرا جزيلا لك إذن دينا موسى على كل هذه المعلومات. أهلا مرسي. شكرا جزيلا دينا. وسوف ننتقل الآن إلى فقرة الصحافة العالمية ونطلع على أبرز ما جاء في الصحافة التونسية. صباح الخير علاء، نبدأ معك الصحافة التونسية. في صحيفة المغرب، الحكومة نجحت في مقاومة الإرهاب وفشلت في البقية. بالفعل عبد الكريم، صباح النور بداية لك ولنادين. هذا يعني نتيجة لسبب آراء شهري تقوم به الصحيفة، أظهر أن التونسيون يرون أن يعني الحكومة نجحت في مقاومة الإرهاب وفي الجانب الأمني لكنها فشلت في كل المجالات الأخرى. وخير دليل على ذلك أنه يعني منسوب التشاؤم لدى التونسيين كان عالي جدا، نتحدث على 4 من 5 تونسيين
متشائمين يعني. النسب تتحدث مثلا 89% يعتبرون الوضع الاقتصادي التونسي سيء مقارنة بالسنة الماضية، 65% قالوا إن الوضع المالي الشخصي على مستوى شخصي أسوأ أيضا من السنة الماضية، 55% يعتقدون أو يرون أن أبنائهم سيكونون في وضع أسوأ من وضعهم الحالي، يعني 77% يعتقدون بأن الوضع الاجتماعي الحالي في تونس سيء. كل هذه المؤشرات تدل على انعدام الثقة لدى التونسيين في النخب الحاكمة في المجموعة السياسية التي تقود البلاد، وبالتالي هناك حالة يأس عام في الحقيقة نلمسها حتى عندما نتحدث مع عموم الناس في الشارع هنا في تونس منذ مدة طويلة. هذه حالة الإحباط تترجم يعني بشكل واضح من خلال هذه الأرقام، كما قلت يعني 4/5 التونسيين لديهم إحباط ويرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، ويعني الحكومة كل شهر أو كل مدة تظهر فيها هذه الأرقام تقول إنها تحاول التفاعل مع هذه يعني الانطباعات العامة لدى مزاج التونسي، لكن يعني هذا الانطباع العام ما زال متواصلا منذ أشهر طويلة في الحقيقة، ليست المرة الأولى التي تظهر فيها هكذا أرقام، لكن هناك يعني منحة في اتجاه إنه كل شهر تزداد الوضعية سوءا، وهذا هو المخيف بالنسبة للتونسيين. عبد الكريم، طب إلى صحيفة الصحافة تعنون صندوق الدعم يربك الميزانية. نعم، الصحيفة في تحقيق من صفحتين تحدثت عن معضلة صندوق الدعم وقضية الدعم الحكومي التي تربك الميزانية بشكل سنوي كما ذكرت الصحيفة. الإشكال في موضوع الدعم، يعني تونس مثل دول عديدة الحكومة وعن طريق الميزانية تقوم بدعم عدة منتجات للتحكم في الأسعار ومساعدة فئات اجتماعية يعني متوسطة أو فقيرة، هذا هو المفروض. لكن الأرقام التي أظهرتها دائرة المحاسبات مثلا وهي هيئة حكومية تونسية أن 88% من المستفيدين من عملية الدعم هم الفنادق والمطاعم والمخابز ومحلات المرطبات، في هذا فيما يتعلق بالمواد الغذائية. الأرقام أيضا أثبتت أن 2% فقط من العائلات محدودة الدخل في تونس تتلقى الدعم في الطاقة، فيما تستفيد الأسر الغنية والعائلات الغنية بنحو 67% من دعم البنزين و60% من دعم الوقود. الأرقام تتحدث بشكل واضح هنا عن الاختلالات في من يستحق الدعم، ومن هنا يعني الحديث في تونس خلال السنوات الأخيرة عن ضرورة إصلاح هيكلي لمنظومة الدعم الحكومي وإعادة توجيهه في مسار صحيح، بحيث من يتمتع بهذا الدعم هم العائلات محدودة الدخل والعائلات الفقيرة وليس يعني ميسوري الحال كما هو الحال. الحكومة سنويا تقوم بعدة إجراءات، منها بعض الإجراءات التي أقرتها في قانون المالية المصادق عليه من البرلمان الأسبوع الماضي، ولكن يعني المنظمات المدنية ومنظمات المجتمع المدني ما زالت ترى أن هذه الإجراءات غير كافية. ومن هنا مثلا تصريح لسليم سعد الله وهو رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في الصحيفة اليوم، قال إن المساعي الحكومية لإصلاح هذه المنظومة أي منظومة الدعم تترافق مع الكثير من نقاط الاستفهام، ومن غير المنطقي تواصل سياسة الترفيع في الأسعار قبل ضبط آليات توجيه الدعم إلى مستحقيه وتعديل تدخلات في صندوق التعويض. نديم، نعم، ننتقل إلى صحيفة الصباح، والموضوع هو يعني موضوع مختلف تماما. كأس العالم كرة القدم، شغف الملاعب التونسية، انهيار في مستوى الدوري المحلي، ماذا لديك يا علاء؟ نعم يا عبد الكريم، يعني في تونس منذ تأهلنا إلى مونديال روسيا 2018 جزء واسع من الشارع التونسي حديث الأساسي يعني في المقاهي وفي الشارع عن استعدادات تونس وبأي صورة ستظهر أو سيظهر المنتخب التونسي في هذا المونديال، خاصة أننا سنواجه يعني منتخبات كبيرة مثل بلجيكا والمملكة يعني إنجلترا. المقال اليوم في صحيفة الصباح أشار إلى يعني تحذيرات مجموعة من الفنيين من يعني المستوى الهزيل كما وصفوه، المستوى
الفني الهزيل للبطولة المحلية وانعكاس ذلك على مستوى المنتخب التونسي في المونديال. يعني حسب عدة يعني فنيين وخبراء رياضيين تحدثوا وقالوا في مقال اليوم في جريدة الصباح أن المستوى الحالي للبطولة المحلية التونسية لا يؤهل المنتخب التونسي إلى الظهور بمستوى عالي في مونديال 2018. كما تم الحديث أيضا عن ظاهرة في الكرة التونسية محليا، ومن هنا التخوف يعني أن ينعكس ذلك على مستوى المنتخب أيضا. هذه الظاهرة هي عدم الانضباط، هناك عدم انضباط كبير في الملاعب التونسية من قبل اللاعبين من قبل الفنيين. يعني هذه الظاهرة تسببت في حوادث عنف عديدة، آخرها قبل أسبوعين أو ثلاثة في ملعب سوسة بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. يعني مباراة لا توجد لم يكن فيها رهان رياضي كبير، ولكن تحولت إلى حلبة صراع ومعركة على أرضية يعني الملعب. ومن هنا هناك تساؤلات وتخوفات عديدة بأي وجه ستظهر تونس. يعني هناك أمال كبيرة تعلق على المنتخب التونسي. كرة القدم يعني في تونس مثل بقية الدول العربية هي المتنفس الوحيد يعني يكاد يكون للشعوب يعني للشعب التونسي، الذي يعني كما أظهرنا في الخبر الأول يعاني من إحباط ومن حالة يأس، فهو يعلق أمال كبيرة. ولكن كيف سيكون مردود التونسيون والمنتخب التونسي في روسيا في الصائفة القادمة؟ سؤال لا. معلق، شكرا جزيلا لك إيثان الزميل علاء الدين زعتور على هذه الجولة في الصحف التونسية. أهلا نادين. تكثر الفعاليات ضمن فترة أعياد الميلاد في العاصمة السويدية ستوكهولم. فقد شهدت المدينة في نهاية الأسبوع الماضي ماراثونا ضم الآلاف. هو ماراثون خيري، فالمشاركون ارتدوا زي بابا نويل وركضوا بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المال العائد لمؤسسات خيرية كان بلغ 30,000 دولار العام الماضي. إنه لأمر مدهش ورائع جدا أن يرى المرء كل هذه الأعداد من الناس مفعمة بروح العطلة وتشارك في الحدث لغاية جميلة. أجواء جيدة مع الناس الذين يقفون على مسار السباق، هناك الكثير من الدعم والغاية النبيلة. رائع. جري مع العديد من المتنكرين بزي بابا نويل كما أنه مفيد للمرء. هذا الحدث يضفي على السباق سحرا خاصا بغناء بابا نويل، وهو حقا ظريف جدا. قبل الختام نذكركم مشاهدينا بمواعيد برامج التلفزيون العربي لهذا اليوم. العنف ضد المرأة في كردستان العراق موضوع نقاش برنامج شبابيك. وقفة تحليلية للخبر الأبرز على مدار اليوم في برنامج للخبر بقية. وبرنامج بتوقيت مصر يرصد لكم أبرز الأحداث المصرية. وبهذا تنتهي حلقتنا لليوم. شكرا للمتابعة، ونلقاكم غدا في نفس التوقيت يا نديم. فكونوا في الموعد مشاهدينا. إلى اللقاء.